قول لي بقى يا بطل، مبسوط في الحته اللي انت فيها ولا انقلك المطافي زي اسماعيل ياسين؟ جراح شويش عطيه ما تلم الدور بقى. تمام يا باشا. بقول لك ايه يا حجيجه؟ قول انت عامل ايه مع الحجه؟ ولا انت بتلغوص في الخن بتاعك انت والحجه هنديل؟ يا واد بطل، ده انا مدلع امك اخر دلع. بقولك ايه؟ نسيت الحجه برضه وانت شكلك بتلعبها. شاي يا حجه. الله يخليك يا عزيز. الله، انا قلت حاجه؟ لا، ده انا بقول الحجه هانم باشا. عايز ايه تاني؟ انا بس نفسي افرح بيك كده واجيب لك واسطه جامده، انقلك هنا المسكي واجوزك عشان يبقى الجوازه ونقله المسكي في جمعه واحده. اذا كان عروسه يا حاج ما هي موجوده. يا انت مخك راح فين؟ ادي يوم الدخله هتيجي مربطه بشاش ويمكن تحط بدل الروج ميكروكروم. اه والله. خليك انت بس يا عم في الحريم بتوعك بتوع الوزن التقيل دول وسيبنا احنا نعيش حياتنا. يا واد انا عايزك تقب على وش الدنيا، شوف لك بنت لواء ولا حاجه تسند ظهرك كده ويقويك. تؤمر بحاجه تانية يا حاج؟ جرايا انت واقف السنة في عينة ولا ايه؟ روح امك ولازمته التنطيط بس يا باشا. اتنطط عليك يا دوه هشدد لك وبدون اي شيء، ولما اكلمك تفرد وشك ها؟ عشان ما خليكش عبره للشارع كله. ليه الكلام ده يا باشا؟ يلا يا بس خلاص بقى، انت هترد عليه. لما تيجي تشتغل في المعرض ده اتكلم معايا انا، مالكش دعوه بالحاج. لحظه، هاي بجد؟ جدع على زيزو، طلعوا 209 زي ما انت قلت. روح انت بقى اطلع الدور الثالث صلح الفيشه اللي بايظه هناك دي. انا يا حاج. مع السلامه. ماشي بالراحه شويه على الواد. في ايه؟ اللي قول لي، حقنتوا الحته اللي انتوا قاعدين فيها دي بتاكلوا فيها تعابين؟ التعابين يا حاج اللي زي العيال دي. العيال دي لو اديتها عيبك هتقرصك. اسالني انا. مين يا هلا اللي قرصنا؟ حد يقدر يجي نواحينا في شارع عبد العزيز؟ الله، ده احنا الورده المفتاح. حد يقدر يجي ناحيه عيله الشرشابي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ نعم. الفيشة. فيشة ايه؟ فيشة السخان البايظة اللي بتشرز. ايه بتشرز دي؟ طب انا هتوكل على الله. تعالى، ان كان على الفيشة موجودة بس على الله تطلع صنايعي. ادخل. يا ساتر، خلي بالك للكهربا تعضك. لا، ما احنا الكهربا وعضتها. يا ابن اللعيبة يا زيزو. حلفت اللعيبة. يا ابن الجنية. انت جنية والله. الواد علم علينا صح. علم علينا صح الصح يا شبرو. لا وين؟ توت ونبوت وكهرباء وتسجيل. شفت التسجيل يا اسطى؟ التسجيل ببابين. الواد فرشح شخرو. الواد بعزقنا على حصيرة في السليم المعوج يا اسطى. تحس ان احنا بقينا سكرومندو زيس على شوية اندينال. ايه؟ بالك انت التسجيل ده لو راح للشرشابي ولا انديل مش هيدفع فيها اقل من 350 جنيه؟ لا. ايه 400؟ لا، مش هيبقى فيه لا باكرو ولا شبرو. طب شوف انت عايز تعمل ايه بقى يا عبوهم وانا معاك. عايز اعمل حاجه كبيره قوي بس مش راضيه تيجي على دماغي. هتيجي يا اسطى، بس اوعى تنسى التسجيل ابو بابين. وده اللي مجنني يا باكرو، الواد تحس انه مارد كبير قوي، طلع من امه مقد كده. البارد ما يصرفوش غير اللي حضره يا شبرو. مين اللي حضره يا باكرو؟ بوت ابوه. صح، يعني احنا بروح اهلك هنصح ابوه؟ اللي بات ما بيصحاش. يبقى المارد هيفضل مارد ويهددنا يا باكرو. والايد اللي ما تقدرش تقطعها؟ يعني ابوس ايده يا معفن؟ اتكلك عند الكلب حاجه. اتكلك عند الكلب حاجه. صح، احنا نصاحبه. نصاحبه؟ لا، نصاحبه. نصاحبه يا عم. نصاحبه لحد ما نلاقي له مصيبه ونزقه فيها. ولعلمك في الحاله دي بقى هتلاقي له مصيبه وهتزقه فيها. صح يا بكرو. عارف يا بكرو انا بتمنى ايه؟ ايه يا شبر؟ نفسي اعرف صدى الصوت اللي بيطلع منك ده زراره فين؟ ايه يا شبرو؟ نفسي اعرف زراره فين وقفله؟ عندك في الصداره يا شبرو. سناء بنت، يا سناء. ايه يابا في ايه؟ صوت مين يا بنت اللي في الحمام ده؟ انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ في صوت راجل في الحمام. ده كهربائي.
اللي ابويا بعته عشان يصلح فيشه السخان. ولماه الكهربائي تقابليه بالشكل ده يا بنت مش عيب عليكي. خش ستوري نفسك باي حاجه. اقول لك الكهربائي تقولي لي ستوري؟ وبعدين ده حته عيل لو بصلي بعينين الاثنين دول هخزقهم له بصوابعي. ابلة الاقيش عندك سكينه تبوظ؟ وما جبتش معاك مفك ليه؟ لا مؤاخذه يا حاجه بس عم شتشابي يعني كهربني من حته شلمه العده ده كلها. طب ادخل وهجيبها لك واجي وراك على طول. ماشي. هو ده العيل الصغير لا راح لهنا ولا هناك. دي لو بصت له واحده بس بعينيه الحلوين دول تاني يوم الصبح تخلف توأم. تبكلحها ليه؟ ما تخش يا بنت تجيبي يلا السكينه اللي تبوظ. السكينه تبوظ قال. سكينه تبوظ يا اسطى. مالك مربوك وملبوخ وعرقان وحوستك حوسه؟ ما انا اعمل لك ايه؟ ما انتوا حاطين فيشه سخان المطبخ في الحمام وحاطين السخان في البلكونه، ايه اللخبطه اللي انتوا عايشين فيها دي؟ طب سكينه تبوظ. طب ارجع بدل ما يحصل قفله وتتخضي. يا اختي يا ربي يا اخويا تخضني وارتاح. تعرفي يا سناء الحاج شيشان ده زي ابويا بالظبط. صحيح افتكرت. الباقي في حياتك يا زيزو. هو انت رجعت امتى من البلد بعد الجنازه؟ انت عرفت منين؟ اصلي كنت واقفه في الشباك بتفرج عليكم. كنت يا واد قمر في الجنازه. هو انتوا لسه ما عرفتوش مين اللي سرق البضاعه من الورشه؟ انت تخاف منك بقى. وعارفه ايه كمان يا ست سناء؟ عارفه كل حاجه يا زيزو ما عدا حاجه واحده. مرتبط. هو في حد ارتبط اليومين دول؟ اديكي شايفه ابويا يعني مات وساب وراه. ولا البنت لبنى؟ لبنى الدكتوره؟ ده كلام ما يملاش دماغ اي حد يعني. سيبك من الكلام ده خلينا فيك انت بقى. انت ايه نظامك بالظبط؟ دي حاجه تتحس ما تتقالش يا حمار. بس انت يعني مؤاخذه يعني بتختفي كده من المنطقه وبعدين تيجي وبعدين اقول لك اصلا متجوزه غامضه. هاي يا زيزو خلصت شغلك ولا مستني الحاج يستلم منك؟ يستلم ايه بس يا امها؟ هو احنا كنا بنسلم عماره فيشه تمام اهي وعشه على عشه. شكرا. طيب يا اخوي رحتي فين يا مقصوفة الرقبه؟ يما بحس بالراجل مش كده. لو عايز تعرف جوزي فين وحكايتي ايه تعالى قابلني بكره الساعه 4 في ميدان العتبه قدام المطاف. افات تبطلي جنان بقى. ولو ما جيتش هنزل اقول لابويا انك حاولت تبوسني وانت بتصلح السخان. ها قبض ولا المعلم قبضه قبل ما يطلع؟ يما مش راضي وعامل لي فيها صبي المعلم وكده يعني. ما برضك يا حاجه ما ينفعش. عم شيشابي خيره علينا برضه. يا اخويا كتر خيرك ما دام خيره عليك يا بقى. انا مؤاخذه يعني ما ينفعش برضه نكسف المزمزين الصغيره. ربنا يبارك لك فيها. الله يكرمك. الواد ده حلنجي بشكل. والنعمه ما بتفهمي في الرجاله. مع السلامة يا عبد العزيز. وانا كنت مسافرة. مع السلامة. تأخرت كده ليه يا ابني؟ اوعى تكون نزلت شارع عبد العزيز. والد هنا يا امه؟ اه في اوضته بيذاكر يا ابني. عايزه في حاجة؟ لا بطمن عليه بس. تعالى يا امه. عايز خير يا ابني؟ الفلوس فين اللي كنت عاينها معاكي؟ الفلوس موجودة يا دنان. يا بقى تعالى. عناي. يا ابني الفلوس اللي وعاوزها ليه يا ابني؟ هتفهمي دلوقتي. يا اشجار! وبتنده لاشجار ليه؟ يما قلت لك هتفهمي بقى. اشجار! تعالي يا عايز. خدها يا بنت النار. دول حقك. على يدك يا عبد العزيز ما تقهرنيش. قلت لك قبل ثابت ماليش حاجة عندك. ما تقهرنيش. انا معاك. مفيش حاجة يا مرت خالي دي فلوس عبد العزيز. فلوس عبد العزيز؟ وهي مالها ومال الفلوس؟ دي حقوق وكل واحد لازم يعرف اللي ليه واللي عليه بالمليم. مش عايز حد يجي يقول لي كاني ولا ماني. والله ما هقول لك حاجه ولا عايزه منك حاجه. خلاص خد ياما نصيبها حوشيه على جنب ودول نقطه جد ليا خليهم معاك. لا يا ابني الفلوس كلها هتفضل معاك. انت وصينا النهارده مكان ابوك واللي هتقول عليه هيمشي على الكبير والصغير. ده حق ياما والحق حبيب الله. وانا ان كان عليا اقطع من اللحن عشان استوركم. تعيش وتسلم لي يا ابني. اشجان خش انت غيري وعشان تنامي هنا. ايه تنام فين؟ تنام هنا يا ام ما تخافيش انا هنام مع والدي وهتنام معاكي هنا. الله. اه خدي خليهم بقى معاكي.
وانتي بترفصي وانتي نايمه؟ ممكن انام على الارض يا مرت خالي. لا يا اختي هتركبي لي ذنب. تلقحي تلقحي. ما تتهوي شويه كده يا بنتي، مالك واقفالي كده؟ روح فين طيب؟ روح في اي داهيه. تعالي يا بنتي اسمعي كلامي، مازن معجب بلبنى. انت بتخرفي تقولي ايه؟ بقول لك ان هو معجب بيها جدا كمان. بأمرت ايه بقى فهميني؟ يا بنتي دول ناس اغنياء جدا من زمان، يعني لو فكر في واحده غيري في الدفعه يبقى اتجنن رسم. انت عارفه انت ايه اللي هيوديكي في داهيه؟ غرورك ده. وما تغرش عليها ليه؟ تقدري تقولي لي هي راكبه عربيه بكام؟ بتصرف كام في اليوم؟ طب قولي لي هي ساكنه فين؟ شارع عبد العزيز. لا والله، قرب يا باشا قرب يا بيه. يا بنتي ده كبرها بها يطلع كده تاجر ادوات منزليه. لا 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 لا، باباها ابسط من كده بكتير، باباها صاحب مكتب. لا والله، انت الظاهر عليكي مخك ضرب. والله؟ طب بصي هناك كده، بصي عشان تصدقي. يلا بينا. على فين؟ نغلس على الحبيب. ولما طلعت المكتبه وبصيت على المرجع اللي انت كتبت لي اسمه كسفت جدا من نفسي، وقلت اكيد هتشك ان انا ناقش على المعادله وجاي اتفلسف. ماشي يا لولو، مصدقك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا يا انسه، اي خدمه؟ احنا جايين نسال عن معادله المورفين اللي ممكن يتحول لهيروين. هو في كده بجد؟ لا، في دي بقى هتساله الدكتوره لبنى. لا يا دكتور، يعني انا لسه يا دوب قد كده. بصراحه يا دكتور احنا ما تصورناش ان لبنى ممكن تكون وصلت المعادله لوحدها. يعني والله عندك حق، هي كان ممكن ما توصلهاش فعلا لو بتقضي وقتها زيكم كده قاعده بتتشمس. فعلا يا دكتور، الشمس النهارده اتجنن. ممكن اعزمك على كابتشينو؟ طب بعد اذنك يا دكتور. اتفضلي يا لبنى. ممكن طبعا، بس بعد ما تكتبي لي معادله مهمه قوي، تحويل الميثان لمركب يدي نكهه الكافيه. دكتور ارجوك، احنا مش في معمل كيمياء. بقول لك يا مروه، ما تركزي في مذاكرتك احسن، لان الكابتشينو عمره ما هيوصلك اللي في دماغك. عن اذنكم. جالي الكلام يا بتاعت الكابتشينو. بقول لك ايه، ابعدي ابعد عني دلوقتي خالص. لبنى ممكن بعد اذنك ثانيه؟ اتفضل يا احمد. خير؟ كنت عايز بس انقل منك معادله المورفين اللي ممكن يتحول. يا دي معادله المورفين هتجنن الدفعه كلها. بقول لك ايه، انا كنت بذاكر بشكل طبيعي كده زي ما انا قاعده كده، وطلعت في دماغي المعادله دي وطلعت صح. هي كيمياء كده، لما تكون عارف قوانينها كويس بتوصل منطقيا للخطوه الجايه. امال يعني ما خطرتش في بالي لا انا ولا حد تاني في الدفعه كلها ليه؟ عشان انا بنت دحيح بذاكر، مفيش في دماغي غير المذاكره. بص، ده اسم المرجع اللي هتلاقي فيه المعادله، ماشي؟ روح لامين المكتبه خليه يجيب لك المرجع. خلاص بنروح علينا بس شويه. طب يلا. ازاي؟ بص يا مروه، لو جاي عشان معادله المورفين ادي يا ستي اسم المرجع، روحي جيبيه. بقول لك ايه، انا جاي اقول لك كلمتين تسمعهم كويس وتحطيهم حلقه في ودانك زي ما بتقولوا في الاحياء الشعبيه بتاعتكم. ايه الطريقه اللي بتكلميني بيها دي؟ انا ما اسمحلكيش اصلا. اسكتي واسمعيني. المعيد اللي اسمه مازن ده تبعدي عنه خالص، وبلاش تمحيكي الفقره بتاعتك دي. انا بقول لك ايه، انت مش قدي، انا قرصتي والقبر، ولما كنتش عارفاني بقى يا ماما اسالي عني. باي باي. سلام وقول من رب الرحيم. تقلي موقفك كده؟ غيراتك متعلقين ورا باب الحمام ومعاهم بشكير، والفطور محطوط اهو، والشاي على النار. تأمرني بحاجه تاني؟ امي فين؟ مرت خالي لساها نايمه. اقعدي يا اشجان. لا ما يصحش. اقعدي. تعالك ذنب، اقعدي. شوفها يا بنت الناس، هنا بقى غير البلد خالص. يعني المجهود الفظيع اللي انت بتعمليه ده هيجيب بالعكس، بيتعبني يعني. كل اللي عامل لك ايه وانا رايحك؟ مش عايز احس بوجودك نهائي. يعني لما اشوفك ابعد عنك. مش قصدي، انا قصدي يعني ما تعيشيش لي انا لوحدي، توزعي مجهودك شويه مع امي، شويه مع وليد، شويه مع نفسك،
يعني؟ ايوه فهمت، يعني ما عملش حاجه غير لما تطلبها مني. عليك نور، هو ده. اصل انا احب اخدم نفسي، يعني لما احب استحمى اروح اجيب غيراتي، اما احب امن نفسي كوبايه شاي بحليب اخش انا اعملها. ساعات تلاقيني يعني مؤاخذه داخل اخد فمين. ايوه بس قبل ما تتجوز ويبقى لك. والله ما قصدي، والله ما قصدي، حقك عليا، اصل انا كنت المفروض. خلاص، هو انت قلت حاجه تزعل؟ عايز نمشي؟ اعملي اللي انت عايزاه. طب انا همشي. استني اقول لك، صحيح هو انت لما كنا في البلد قلت لي انا عايزاك تنشلني من هنا؟ كل حاجه، خنقه والحبسه. لا طب ما هناك حبسه وهنا حبسه، انت يعني جايه من حبسه لحبسه، ايه الفرق؟ لا ما انا عارفه انك لما تروح سيدنا الحسين او السيده زينب هتقرا لي الفاتحه هناك. انت عايزه تزوري؟ لا ما عايزاش. بقول لك انا كدبت، عايز بس مش وقته. ومش وقته ليه؟ ما الحسين قريب من هنا فركة كعب، انزلي زوري وانبسطي. روح لحالي؟ ما ينفعش. وايه المشكلة؟ هتلاقي هناك حريم زيك كتير كده، ولا خايفة تتوهي؟ أنا بعرف أقرأ وأكتب. مش إحنا هنا في شارع كلوب بي عطفة أبو الريش جنب ميدان العتبة؟ بسم الله ما شاء الله، ما تخافش عليكي. تعرفي لما جد فضل قال لي هجوزك قلت خلاص هيبليني بواحدة واقعة من 18 حتة مضربة يعني، بس انتي الصلاة على النبي يعني طلعتي معدية. ربنا يشفر بخاطرك. بقولك طب خلاص روحي أشجان ال لا خلاص توكل على الله. أما أم عبد العزيز يام. ايوه يا بيه. صباح الفل يام. صباح النور. قومي يا ام جهزي لي 1000 جنيه عشان ناس. حرش. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7. بس بسرعة والنبي يا ام عشان مستعجل ولسه هاخد دش. دش؟ تاخد دش ليه يا واد؟ جرى ايه يا ام؟ انا أول مرة استحمى في حياتي. الله. فين البت اللي اسمها رتيبة دي؟ قصدك أشجان. أهي زفتة واترمت علينا وخلاص. أنت مالك بيها بس؟ وادي عبد العزيز. أنا امبارح اترميت نمت ما درتش بروحي، وأكيد البت دي اتسحبت من جنب مني وخرجت بالليل، وامبارح كان الخميس، وأكيد الكركوبة دي بتنام بدري. يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد؟ يبقى إيه؟ إيه يا واد يبقى إيه؟ يا لهوي ريحتك مكمكمة ليه؟ ولا ما تتكلم، ما تنطق ريحتك مكمكمة ليه؟ ما أقول إيه بس؟ مش ما أفهم الأول أنت قصدك إيه؟ لا أنت فاهم كل حاجة يا عبد العزيز. و طب انت عاوز ال 1000 جنيه دي تعمل بيهم ايه؟ هدفع ايجار الورشه يا اما بدل ما الراجل يطردنا، والباقي هعمل بيه مصلحه. وبعدين بقى انا عايز اطمنك، من ساعه ما اشجان جت وانا نايم لوحدي في الاوضه الثانيه وبقفل على نفسي تكتين. ها ما تركزيش، ما تركزيش عواطف، ما تركزيش. ايجار ال 1000 جنيه الله يرحمك يا عبد الرحيم، سبتنا بدري ورميت حمولك على الواد لما كبر قبل الاوان. معرضك ومخزنك ورجعتك للقطاعي تشحت على ابوابه وتقول له يا محسنين ما بقاش. انا ايه يا ابني اللي تشربه بالليل مصبحك مستقوي كده وناوي على خراب عشك؟ شارب زفت على دماغك ليتك يا سيد معلين ضهرك فيها. انتوا عاملين زي النمل اللي بيخزن اكله قبل الشتا ما يجي. في ايه؟ ايوه اديك عرفت بنخزن. طب عليا النعمه ما حد مخزن ولا معتق. قلت ايه بقى؟ الله الفلوس اللي انا دفعتها يا ابني. انا بقول لك اهو قسما عظما. خلاص بطل يا ابني تعتيق انت اهو. ها ارتحت؟ لا اللي تعتق يتحمل وخلاص. الله ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه؟ تعالى معايا المعرض عشان عايزين نتكلم كلمتين مع بعض. انا ما ادخلش ولا اشرب معاك قهوه ولا نيل. الله عليا الطلاق بالثلاثه، ده انت شارب قهوتك عندي. طلاق على طلاق بقى من نسواني، ما انا داخل معرضك ولا شارب عندك قهوه. صباح الخير يا بطل. صباح الهنا. ولا يلا سيبه يلا. سفر لمين يا يعني؟ تعال ولا تشقطين شاب. بص 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 ماسكين كلب عاملين في ايه يا عم؟ سيبك منهم، قول لي بس انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ مش عادتك يعني؟ ابدا
حابب امارس دور الاب بقى واطمن على كل واحد. خد. ايه ده؟ فلوسك. وبعد كده عايزك لما تيجي تطلب تطلب مني انا مش من امك. ايوه بس دي 10 جنيه بحالها. ما هي دي بقى اول 10 جنيه اكسبها من شارع عبد العزيز اللي بعد ابوك الله يرحمه مسيره. خد بقى. يا جدع خد ده انا اخوك الكبير هتعمل لي فيها ضيق خد. الله. انا كنت باسم معاك الصنيطه يا واحنا صغيرين. انا مش هتكسف منك يا عبد العزيز، انت طول عمرك كسيب وياما عملت معايا الصح. فاكر عربيه الكبده اللي اتمسكت؟ الواد شبره عامل نمره. اه بس فهمني بقى ليه شارع عبد العزيز تاني بس؟ انا وارجع افتح ورشه امك. هو ده وانا معاك، ما هو ايد على ايد تساعد برضه. لا خليك في الكتب وبس. عايزك تكمل تعليمك يا وليد، عايزك تعمل اللي اخوك معرفش يعمله. خلاص اللي تشوفه. انا هتكل انا بقى لحسن انا اتاخرت قوي. يلا بقول لك ايه، مفيش ايه حتك بنوته حلوه كده في الجامعه بتلعب في دماغك مش شغلاك يعني. ايه ده البنات على قفا مين يشيل يا جامد. بس النفس بقى. انا مركز في الدراسه عشان انا ناوي ان شاء الله كل سنه اطلع بتقدير. قول لي انت بقى، انت اتجوزت اشجان دي جواز ولا كلام كده على ورق؟ والله وليد ما عارف اقول لك ايه. الراجل جدك ده مع انه راجل عجوز كده انما عظمه، كلامه يمشي على شنبات كبار. او ربنا تصدق ان ابوك ممدد وهو اللي راضي يدفن ولا يقرا فاتحه لما يجوزني البيت؟ لو انت مكاني بقى كنت عملت ايه؟ لا يا عم انا مكاني كده كويس قوي، ربنا يقدرك على اللي انت فيه. يلا سلام. ربنا يقدرني على قنديل وشرشابي في ساعه واحده. قول لي بقى يا نبي الحقيقه، احنا حالفين يمين مع بعض انه محدش فينا يخون التاني. جايب بضاعه وعمال تنزلها المخزن، دي غسالات مش كده؟ دي سادس عربيه اشوفها. خلصت موشح الهبل بتاعك؟ والله ما حد سايق الهبل على الشيطانه غير. قول لي يا اخويا عبي لي وداني ويضحك عليا. اسمع بقى. البضاعه دي بكام الغساله في الاوتوماتيك دي يا حاج؟ دي مش للبيع يا ست. ما معروضه هي للبيع. معلش بس البضاعه اللي هنا كلها من بيعه، تعالي بكره ان شاء الله الظهر. وماله؟ ما هي كلها مشاوير وخلاص. ما رضيتش تبيع لها ليه؟ خايف تقول السعر قدامي؟ طبعا عامل سعر قليل قوي وانا افضل اطفش في زبايني. يا ابني افهم بقى، البضاعه دي مضروبه. يا نهار ابوك اسود، مضروبه؟ لا يا عم انا عيب ماشي. استنى بس، استنى هفهمك. البضاعة دي مضروبة من بلد المنشأ نفسه. يبقى جايبها وقيع عشان توسخ بيها السوق يا حلو. وقيع اوسخ؟ لا، ده انا هعمل لك مصلحة، هشقلط لك شارع عبد العزيز كله. طب ايه رأيك بقى ان محدش هيبلغ الغرفة التجارية غير؟ بلغ براحتك يا حبيبي، مش هيلاقوا أي حاجة. ليه؟ الله، مش بتقول يا ابني البضاعة فيها عيوب، هتبقى في سليم ازاي؟ ما أنا هقول لك أهو. إيه ناوي ترجعها تاني جزر القمر؟ اسمع بقى يا سيدي. ما شفتش أبويا يا حاج. أبوك ده يطلع مين؟ صبره، والنبي ده بقاله يومين ما جاش البيت. وجاي أسأل علي هنا في معرضي هيصاحبني ولا إيه؟ ايه يا عم هو انا بصحت منك؟ بقولك بقى لي يومين ما جاش. ان شاء الله يفرموا انتوا انا مالي. يلا يا بنتي من هنا. بالراحه بالراحه بالراحه. ورا يا بنت لو ما اديكي 30 جزمه انت وابوكي غري. اعوذ بالله، ده انتوا ايه ده؟ عم بصيري ابو دنيا، يا بنت يا سميره انت لسه بتدور على ابوك يا بنت؟ مندور معايا يا نصر والنبي. ادور معاكي ده ايه؟ ادور معاك ولا ادور على اكل عيش ولا يا عمي في ايه يا عم؟ ايه ده بقى، انت بتديني بالمسمار؟ يا عمي ده من اول امبارح ما جاش، ورحت سالت عليه في اسم قالوا لي مش هنا. اكل شويه قهوه على الورشه يا نصر. ماشي يا راجل. انا اخويا سخن في المشوار. اقول انا مالي؟ مالك يا بت؟ مفيش، انا مش لاقي ابويا، والواد اخويا في البيت عيان سخن، ورحت الاسم سالت على قالوا لي مش هنا. واخوكي ده في ايه؟ في البيت يا عم. وانتوا ساكنين في ايه؟ في الدلاطه. طب تعال تعال يا اسطى. دراسه؟ تعالى اسمع معايا. طريقنا مش واحد. توكل على الله يا اسطى، توكل على الله، توكل على الله. تعال تعال
مؤاخذة أصلا. ماشي. على بيت. ما هو من يوم ما غزو العراق للكويت معايا الاتحاد السوفيتي وقع خالص، خد بالك بتاع جرشوف. ايه يا عم سين ان انت في ايه؟ ربنا لا يرجعها ايام. اهي دلوقتي ابتدت تسقسق شويه. بس انا عاوز اقول لك يعني ان علشان اللي حصل ده كل المصانع بقى اتضربت، الشركات اتضربت، وبقت البضاعه كلها مضروبه، وسوق الخليج اتقفل. يعني انت بقى ناوي تجيب البضاعه دي اللي هي خارج بيت، اللي هي بعد الحرب ما خلصت يعني طالعه من الحرب جياله. اسم الله عليك. كل الكرتات بقى اللي خارجه من المصانع فيها حاجات مضروبه، ناخد احنا بقى المضروب ده ونخليه بقى ايه، بريفيكس. اخوك وقع بقى على ايه، بيعه تمام التمام التمام. طب واللي باع لك البيعه دي ما فكرش زيك ليه هو كمان انه يصلح الكارته دي ويرزقه، او على الاقل يرجعها تاني البلد المنشا؟ ما هم اختلفوا على الشحن والمرتجع، انا وصلت في الوقت المناسب، خدت البيعه كلها من صاحبها. وانت بقى ناوي تبلينا بيها؟ بس جينا بقى لمربط الفرس. انا اتعرفت على مهندس الكترونيات شغال في اسكندريه، هو بيستورد قطع غياره. قال لي هات لي واد كهربائي كده حلو، ناخد الحاجه البايظه وبعدين نحط السليم، تشتغل مية مية ولا فياش اي خدش. يبقى احنا بقى محتاجين مكنة بعيد في الدرة عشان نعمل فيها الحاجات دي. قصدك عيادة تجميلة فيرش ولا ايه؟ طب ايدك. سلام. ايدك عايز ايه؟ ايدك على العربون. عربون ايه؟ طب بس عدت واحمل وربط وبعدين نبقى نتكلم. يا ساتر. ايوه ايوه يا ابني، عدت خلص. امي فين يا بنت؟ هي اصل اما ايه يا بنت؟ في ايه؟ الواد ماله يا ست انت؟ يا ست هو جه معايا ثاني وادي الواد المستوسب خلصني. وريني الواد. النبي يا اخويا ما تعرفش شبره اتصن فين؟ يا نهار اسود، ده وقت شبره؟ الواد هيروح منك يا حمار انت. ده لسه كان زي الفل دلوقتي وكان لسه بيعيط. الواد مولع. اهو تكسي يا ايه يا جدعان التصنيف ده؟ ايه ده؟ معلش يا اسطى، النبي الواد تعبان قوي، هروح مننا فين؟ اي مستشفى يا اسطى قريب والنبي. هو اصلح حالك. ايه الاخبار؟ اسكتي بقى لحسن، دي بجد دمها محبوس جدا ومش طايقانه يا مروه. احسن خليها تعرف حجمها كويس. لا لا يا مروه، بس انت بصراحه اتصرفتي معاها بغباء جامد. يا بنتي انا زي الاسد، لازم احدد مملكتي كويس عشان القطط اللي زيها ما تقربش. قصدك مرات الاسد. بطلي قله ادب. يلا يا حبيبتي قومي بقى انكشيها وعرفي لي ايه الاخبار. لا ده انت اتجننتي رسمي. سلام. تعالي هنا يا عبيطه، رايحه فين؟ يا ماما انت لوحدي بان عنك اليومين دول عشان حاله البارانويا اللي عندك، عشان انا خلاص تعبت منك كده برضو يا لولو. امال انا ليه ما زعلتش منك لما عملتيني كوبري للواد محي بتاع طب؟ لا لا بقول لك ايه، لسه بقيت الجرايد ما عرفتش عشان تبقى فضيحه عامه بس. اعملها، انت عارفاني ما سيبش طريق ابدا. يلا يا حبيبتي ربنا يهديكي، روحي انكشيها وعرفي لي الاخبار. طب ما كنتش تحلفي بس يا مارو. خلاص ما تعيطيش، قلت لك لازم ما تعيطيش. يلا يا ماما. ركزي يا روسي، انت عارف اصلا ان الكيمياء العضويه كلها قايمه على ايه؟ على الميزان اللي هو الايه؟ السي اتش. يا بنتي كفايه كيمياء بقى، انا خلاص بمشي وراكي بتنفس ثاني اكسيد الكربون. ازيك يا لبنى؟ الحمد لله، شكل الدكتور مش جاي النهارده. يا ريت خلينا نعرف نذاكر اللي فات. طب بقول لك ايه يا احمد بقى، عن اذنك شويه عشان هنتكلم كلام بنات مالكش فيه. كلام بنات؟ ماشي، بس انا عايز اقول لك على حاجه، اللي ماليش فيه هي العضويه، لكن في كلام البنات فريره. يلا سلام. طب ركز بس في المعادله دي وهتبقى تمام. انا شايفه ان هو معجب بيكي قوي. مين ده؟ احمد؟ في ايه يا لبنى؟ مازن طبعا، كان احنا بنات وفاهمين بعض كويس. بقول لك ايه يا لميا، انت وصاحبتك؟ انا جايه الكليه دي علشان اتخرج واخد البكالوريوس، لا جاي احب ولا اتحب ولا حد يطلع عليا كلام. خلاص في ايه يا لبنى؟ اهدي شويه، هو انا جايبه الكلام ده من عند نفسي؟ كل الدفعه ملاحظه كده. كل الدفعه عيال تافهه وهبله وانت زيهم، انت وصاحبتك. يا شباب، دكتور بلتاج يعجل المحاضره الاسبوع اللي بعد الجاي عشان عنده مؤتمر بره. يلا احسن برضو. يلا بقى تعالي نشرب اي حاجه لحسن، انا خلاص عندي صداع. اشربي معاها ويكون في علمك بقى، انا مش هسمح لحد فيكم يجيب اسمي وسمعتي على لساني، فاهمه؟
اطمني يا ست على ابنك. الحمد لله. كتر خيرك يا دكتور. زيزو انا جاب خينا يا زيزو. ها وانت يا اخينا ازاي تسيب ابنك عامل بالشكل ده وتسكت؟ ايه ما سخنش؟ ما سمعتوش بيموت من الكحه طول الليل يا باشا؟ بس ولا ايه تخلفوا العيال وترموها؟ اتفضل هات له الروجيتا دي بسرعه، ده تكون قرف. زيزو خلفته امتى ده؟ قول لي امتى؟ يا بنت اسكتي يا ناقصاكي، ده ابن واحد صاحبي. ابن واحد صاحبك وحياه امك عواطف؟ عيب يا بنت واحترمي نفسك. مالك يا اختي وماله؟ مالكش دعوه بيه يا بنت؟ مش خد يا اختي ابدا. خلاص بقى خد الواد. ماشي اخويا. يلا روحيني. ماشي اخويا. فين يا اخويا الفلوس؟ كمان فلوس؟ خد يا ست. فلوس ابن 17 جنيه. كام؟ 17 جنيه. خدي بس بضربي بيهم كله انت كمان. يلا خد الواد وروح على البيت، ويمين بالله لو ما جبتوليش الدواء شوف هعمل فيك انت وشبره. استناك بالليل يا بابا زيزو. بابا زيزو بابا زيزو. ها بابا زيزو بتبعت فلوسك على الحريم يا زيزو؟ ايه يا بنت انا ناقصاك انت كمان؟ هتيجي معايا ولا هتستني هنا؟ وحياة امك عواطف اعرف حكايتها هي واشجان. مالك يا بنت كده بتكلميني كانك مراتي وقفشاني وغيران عليا ايه؟ المستقبل ان شاء الله. المستقبل ان شاء الله باذن الله. طب يلا يا فندم. طب انجار انجار. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني اللي انا حسيته من كلامها انه مش في دماغها اصلا. يا بنتي ده خبث حوار، النوع ده اصلا مكشوف من زمان. ما يمكن مش في دماغها فعلا، لكن في دماغك انت، وهو ده اللي شادد مازن ليها على فكره. مازن ده انا مش هسيبه، ولازم اوقعه، وبعد كده انا اللي هسيبه وبمزاجي. بس انت لو وقعتيه حلوه مش هينفع تسيبيه، لانه ساعتها مش هسيبك تخرجي من الكليه اصلا. ما هو ده بقى اللي فايت عليكي. يا بنتي الكلام ده يعمله مع واحده زي لوبي، لكن معايا انا ما يقدرش يكح. ايه رايك بقى في مباراه بين سفير وبين بياع في مكتبه؟ مش تجنن؟ بصراحه المباراه هنا يعني صعبيته جدا، لان انا عايزه اقول لك ان الحكايه في كلمتين. القلب وما يريد. قلب ايه بس يا بنت اللذينه؟ في ايه يا بنتي اتجننتي؟ بصي الظاهر ان كلامي مش جايب نتيجه معايا. بقول لك ايه، اقعدي بقى وخلي عندك كرامه. المره اللي فاتت شفرك، المره دي هيدلتك خالص. مالك يا بنتي عمالك تلفتي كده ليه؟ انت خايفه حد يشوفك معايا ولا ايه؟ لا ابدا. طب مش هتقولي لي بقى مين اللي كان بيوصلك ده؟ ما انا قلت لك ده عاصم متربي معايا زي اخويا، يعني محل ابوه جنب مكتبه ابويا في الشارع. شوفي يا لبنى، انت ممكن تقولي ان هو بيحبك، متفقين تتجوزوا لما تتخرجي، اي حاجه، بس موضوع اخويا ده انا مش هصدقه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ في المنهج؟ لا مش في المنهج. هو انت ليه مهتم قوي يعني بعاصم كده وعايز تعرف اذا كان بيحبني ولا عايز يخطبني ولا ايه الحكايه؟ سمعت عن واحد اسمه هارون الرشيد؟ ايوه. ايه علاقه هارون الرشيد باللي احنا بنقوله يعني؟ لا ليه علاقه طبعا. ما انا بقى هارون الرشيد بتاع كليه صيدله. وليك الشرف تكوني واحدة من حريم مازن الرشيدي أو الطنباري، وكمان هتستني دورك يا لبنى. طيب حضرتك عايز حاجة تانية قبل ما أمشي؟ عايز أسمع ردك ودلوقتي. شوف يا دكتور مازن، أنا مش حريم حد، واضح إنك غلطت في العنوان والغلط مردود. يا ريت بقى تخلي هارون الرشيد بتاعك ده بعيد عن سكشن الكلمة. ماشي؟ على إذنك. وقت الكاسيت بقى سعيد. السلام عليكم يا انا. اهلا يا عم زيزو، عاش من شافك. بقى لا يا اخويا. ده هو دود. عشت يا اخويا. خد قد دول. ايه دول يا زيزو؟ ده تقفيل حساب ابوه الله يرحمه. انت بتشتمني يا زيزو؟ يا جدع لم فلوسك بقى مستوره والحمد لله. طب على الطلاق ما واخد منك حاجه، حط فلوسك في جيبك يا جدع. مردودالك يا انور، بس ده حقك ولازم تاخده. يا عم سيبك بس من الكلام ده، انت ايه اعتزلت الملاعب ولا ايه؟ صدقني ما حدش هينفعك غير صناعتك. طب مشينا الاول بالانوار، ممكن لو في ماتش الاعتزال ده بعدين. او ده بقى العبقري اللي هيفتيك بالمفيد. برج اتكست عربيه كار يونس. شو قلت لك عبقري؟ اه بس التسجيل وراديو سلام، لكن ما عارف ما بيطلعش صوت من اساس صح؟ الله ينور، باين عليك 100 100. انور هات لي ايسيهين تي دي ايه. وكده يقول بقى؟ ادي لك كهربائي يجرب ويشوف. لا وكهربائي ليه؟ ما المكوى سخنه، نط بس هنا والراجل هيقدرك. كان هي فوز.
عايز اشتغل يا عمرو. يا عمرو هو حد بيشوفك؟ هتظهر وتبان عليك الامان. الجوز ب7 جنيه يا برنس. عينيا يا انور اشتغل. خلاص. اللي كنا بنتحنجل على حس ويمين وشمال راح يا انور. وانا بقى ناوي افتح ورشته وادوس في نفس السكه. يا عم فكك من الكلام ده. خليك في شغلك احسن. كده تمام يا ريس. خدها وجربها لو فيها اي حاجه رجعها تاني عادي يعني. الله يكرمك. ها كده مرضي؟ زي الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشغل بقى ممل يا انور وانا عايز اطلع بسرعه. خد ابو اسم. يا عم انت ده رزقك ما تعصبناش. ربنا بيقوي قلبك على الخير. بس بلاش غسالات. كفايه اللي جرى. بالعكس انا عايزك بقى توديني للراجل اللي كان ابوك بيجيب منه بضاعه. اكسسوارات وحلل ومواتير وانا هدفع وقتي. طب اسمع مني بقى ودنجا دنجا. انت تجيب مونه غساله واحده حلو؟ ركبها اتباعت هالجوز كده يعني. انت ما عرفتش مين اللي سرق الورشه؟ السلام عليكم. ازيك يا انور؟ يا زيزو بقالي ساعتين داخل عليك يا جدع. في ايه هناك؟ مش بعاده يعني يا شافعي. ورشتك فيها شغل. يلا بينا على الورشه بتاعتك. تمام يا انور استاذن انا واجي لك بعدين حبيبي. سلام يا انور. اسال عليا يا جدع. دنجا دنجا. لبنى ايه في ايه؟ ايه يا مروش يا مال؟ قلت لك اليوم انا لما تبقى تدخل عليا تبقى تخبط على الباب. ما تهدي كده. في ايه؟ ما تاخدنيش في دوك. مش في بينا اتفاق؟ اتفقتش معاك على حاجه. لا روقي كده. مش المفروض كنت اتكلم ابويا الحاج عشان يديني الفلوس واسافر؟ اه هو ايه اللي بقى؟ ما انتوا مش هتلعبوا لي لبعض انتوا الاثنين. هو يهزقني وانت تثبتيني بكلمتين والموضوع يضيع ما بينكم. لما تتكلم على ابوك اتكلم عادي. شوف يا بنت انت لما اقول لا تقول لي ولا اقول لك. خلاص نازلين. الله بس بقى اللي هيرد عليا هبقوله لك. طب استني بس ما تنسيش تكلميه وانت كده. كده هتيجي تكحليها تعميها خالص. امال عايز ايه؟ عايزك تهدي بس كده وتنزلي. وبعدين افتكري يا لبنى انا مستقبلي كله في الكلمتين اللي انت هتقوليهم دول. حطي الكلمتين دول يا اختي في دماغك وانزلي له. ماشي ماشي بس النتيجه بقى بتاعت ربنا. ربنا يستر. بص يا دكتوره الغساله دي نص ماتت. عايزك تعرف فيها ايه بالظبط وتقول لي عليه. هيديك اللي جاي. الله خير يعني. ما الغساله نيوز يا شفا. ما انا عارف انها نيوز. عايزك تقول العطل فين ونصلحه. برضه مش فاهم. انا حط الفيشه الوقت في الكهرباء تدور تسمع الصوت تعرف العطل فين تبلغني بيه. ماشي. تعمل ايه يا بورا؟ هشغلها. مش محتاجه تشغيل ولا تجريب. هي كيمياء الغساله دي مرتجعه ولا في كل لاقي فيها بوظها؟ مالكش فيها يا عمونا. انت عارف تصلحها وتقبض الارشادات بتاعتك. ماشي. انا ابيض ده اخرها نشافه يا معلم. من غير ما تبقى نشافه يعني مش هتنفع تبقى غساله بعد كده ولا ايه؟ جايز غسالتك وروح اتوكل على الله واكفي نشافه. يعني مش هتنفع تبقى غساله ابدا؟ دي فيها كارته يا عم. طب ما تصلحها. هي ممكن تتغير. لا تغير؟ ما انا جاي لك ليها عبقري. مخمخ فيها كده وانا هوصل مشوار واجي لك. ده انت السعد هيدق بابك والفلوس هتجري في الجنيه وتبقى زي الحلاوه. بكره تقول شفع قلبي باذن. طب استنى اما اقفل لك خدها معاك يا شافعي. اخوك الشملول فين؟ مش يجي يساعدنا؟ ولا انا مخلف جوز بناته بس؟ مالهم البنات بقى؟ ما انا ايدي في ايدك اهو. والله انت جدع منه. قلبك طيب وحنينه. انا مش عارف الواد ده بنراول مين مش فاهم. طب اهدى بقى كده عشان انا نازله لك من فوق مخصوص عشان. يبقى وصاك تكلميني على الفلوس اللي عايزها بخصوص تأشيرة السفر. ايه الشطاره دي يا حاج؟ طب ما انت عارف اهو. ولا شطاره ولا حاجه، مفهومه. طب صلي على النبي كده يا حاج واسمعني. عليه الصلاة والسلام. خد نصيحتي، أنا شايف إنك تديله فلوس التأشيرة وترتاح منه. منين؟ منين يا حبيبتي بنت شايفة؟ المكتبة يا دوبك بتأكلنا يعني. استلف يا بابا، وبعدين يعني هو كمان عايز يكون مستقبله، مش أحسن من وقفته مع العيال الصيعة دي على نص الشوارع ويجي لنا كل يوم وش الفجر. يعني تحب بقى حد يجي لك من الاسم كده يقول لك إلحق، الواد صالح ممسوك في قضية ضرب واد ولا مخدرات ولا حاجة. مخدرات إيه؟ انت عارفه ان اخوك بياخد مخدرات وحاجات من دي؟ لا طبعا ما بيشربش مخدرات، بس وقفته مع العيال الصيعه دي ممكن تخليه يعمل حاجه غلط. طب انا اقول لك حاجه،
بلاش انت تديله الفلوس في ايده، انت روح معاه وادفعهم بنفسك. قلت ايه؟ قول ايه؟ خلاص انت اخرها، اقول ايه؟ طب ادعي له، ادعي له بس كده وارضى عنه عشان ربنا يرضى عنه. ربنا يصلح حاله، ربنا يهديه. تصدق الواد ده لعيب؟ رزقه اكتر من رزق ابوه. معلمي بعد اذنك. ايوه. ده يمشي 350. ورينا يا سيدي. ماشي يعدي. سلام. بالاذن. بس عارف بقى انا خايف من ايه؟ ان الواد ده يطلع واخد غباوه ابوه وحمريته. اعتمد عليا في الموضوع ده يا معلم. انا هلين لك دماغه. ايه ده؟ انت حاطط رجل على رجل؟ ما اولع لك سيجاره؟ قوم يا بقف من هنا وسخت الكرسي. انت هتصاحبني يالا؟ لا عفوا معلم العفو، كنت اخد بس قعده ود ومريح. ود ايه ونيله ايه؟ امسك اديله دي. ماشي. خليه يشوف اللي فيها يحلها ويركبها. انا يا معلم اي اوامر تانيه؟ ولا هتاخد وتدي معاه في الكلام وتقرفني ابعت كبش غيرك؟ لا يا معلم ده فريره، هنفذ كل اللي انت قلت عليه يا معلم. يلا. الو اشيرش، حضر فلوسك يا حبيبي، كلها سعايه وكل حاجه هتبقى قسطه. الله، وانت نسيت خناقه امبارح؟ انت ايه البارون ما كلت دماغك وجبت زيت؟ ايه؟ لا والله، لا اسد اسد وجامد. ماشي، اما تفضل كلمني. سلام يا حبيبي. انا كده خلصت يا بابا، انا هعدي على زيزو بقى هاخده معايا عشان عايز اجيب شويه حاجات للكليه. طب ما تاخد اخوك احسن. اخده معايا فين؟ هو اصلا بيرضى يجي معايا في اي حته؟ احنا بلاش زيزو الايام دي، مش عايزين مشاكل مع اخوكي، دماغه مليانه غباوه. الغباوه دي حركتين عاملهم علشان ياخد فلوس التأشيرة. خلي بالك من نفسك. ماشي. معاك فلوس؟ معايا. بس انت والنبي شوف هتعمل ايه كده في التأشيرة وتجيب الفلوس منين عشان هو مستني يرد عليه النهارده. يلا سلام. ربنا يدبرها بقى، هعمل ايه؟ يا نهار ابوك اسود، انت؟ فاكرني هترجاك يا رحمة؟ لم لسانك يا بنت، انت وغوري من هنا، مش عايز فضايح. فواد مش تقول لي الحمد لله على السلامة؟ نورتي، اشربي شوية شاي. اتفضلي اطلعي بره. ايه واد مالك؟ ودانك احمرت كده ليه؟ يا خجول. خايف؟ خايف من ايه؟ من ابويا ولا من اخويا الظابط احسن يعلقك؟ ما جيتش امبارح ليه؟ قطعتني قدام المطافي والشمس تنقح في دماغي والشباب اللي رايح واللي جاي عمال يعكس فيا واقول هيجي هصعب عليه مش ههون عليه. نسيت، سوري عليا، حصلت لي مصيبه زي اللي ممكن تحصل دلوقتي لو حد دخل وشافك هنا. ليه يا حبيبي؟ احنا ما بنعملش حاجه غلط. لا لا سمح الله، بنسمع لبعض جدول الضرب. طب خمسه وسته بكام؟ بسبعه ونص. غوري بقى. مش هغور ومش هوديك في داهيه زي المره اللي فاتت، بس قول لي هتيجي بكره ولا اجي اخدك؟ هاجي ورحمه ابويا لاجي. يلا بقى زق عجلك. طب هات واحدة زي الأستاذة نادية لطفي في فيلم الخطايا. يا بنت بتعملي إيه؟ يا واد هات بوسة. يا بنت المجانين امشي بقى. يا واد بقول لك بوسة، هو أنا بقدر؟ لا. طيب. أستناك بقى بكرة زي ما اتفقنا يا اسطى. إزيك يا لبنى؟ لبنى استنى، مقفل المحل تاني. الشاي يا زملاش. ايه يا عم كنت فين بقالك اسبوعين ثلاثه؟ انت فين يابا؟ بشغلك. الله الله، ليه كده صاحبي؟ طب بص بقى، بنتك جت سالت عليك وقالت امي عيانه واخويا عيان وكلام من ده وبتاع. قول من وش يا ابو. الله، ليه كده يا صاحبي؟ طب بص بقى من الاخر، انت حسابك معدي ال 20 جنيه وانا عايزه بصراحه، عايز اجيب شويه ميون بقى للقهوه. اسمع نصر، قريت كتاب علم القهاوي الفصل الثاني، هتلاقيه مكتوب باسم شبرو. بيقول ايه بقى الكتاب؟ ايه؟ لما تلاقي شبرو قاعد بيمخمخ في مصلحه ما تبقاش تشنشر عليه، تعمل ايه؟ تقفل الكتاب وتغور من وشه. نعمل ايه؟ نغور من وشه. اتكل على الله. اقفل الكتاب وغور ياض. ده بدع فاهم، وخلته في حساب عامل ايه؟ كويسه؟ سامحها يا شبرو.
يا عم الانسم، هفضل مستني اهلك لحد امتى؟ ما احنا جايين من المصلحه سوا. ما انت عارف يا عم اللي بطلب بصوت البنات ده القتيل، ولا عند امي تصحيني، ولا خالتي تغديني، في ايه بقى يا سيدي؟ انت هتلحنا ولا ايه؟ بنظامك كده مش هتاكل معايا، المصلحه تقيله ومحتاجه دماغ مصحصحه. يابا رقبت ليك وبطل استعطال لغايه المصلحه ما تتم. 50 حته وبعدها نفتح مرزقانا ونعيش نضاف. ايه الحته دي اصلا؟ تربه حشيش احمر. ايه ده؟ هم غيروا الاسامي ولا دايب ولا ايه؟ مش كان اسمه فرش؟ ناخد الفرشه ب 500 نبيعها ب 850. 550؟ انت لسه هتحسب وتقر، مكسبنا 17 باك ونص. حلو قوي، بس فين راس المال ده؟ هي دي المصلحه اللي ربك بعتها لنا من السما، الناس واثقه فيا. هيدونا المصلحة لحد ما نسلك نعدي نبيع. آه بس أنا حاسس كده إن المصلحة دي مرصودة يا اسطى، اللي فرب بالرخيص يبقى عايز يخيش ويخلع. مصلحة رأس مالها قلب ميت، فيها؟ فيها، بس دي فيها تعبينة. لو ما شلناش 1000 غيرنا يستمنوا يشيلوا. يابا على بالك، وأنا بقول لك هياخدونا يومين اشتباه، إحنا لقينا إب نغرق. فكر ورد عليا. طب اعدي عليك واخلي في البيت. مش رايح الزفت، سنارتك وحصرني على الخن. ليه؟ وبحاسب الواد نصر اللي شكله هيبيد ويفقس وما قراش الكتاب برضه. كتاب ايه؟ علم القهاوي يا حمار. طب ما تنساش تجيب الدود على شكله. انا كل لما بجيب الدود السمك بياكله، وانا هعمل ايه بعد كده؟ وحياه امي اللي عورك وارميك السمك يا شبرو. اما عندنا سمك متاكل بقى ويخلص بدل الزحمه اللي احنا فيها. طب انت رايح فين طيب؟ والله العظيم زي ما بقول لك يا لبنى، هما كان قبل كده عندهم فيشه بايظه فابوها بعتها عشان اصلحها، بعد كده يمكن حاجه تانيه عطلت فجايه تاني تقول لي. طب انا اعمل ايه طيب؟ جايه تقول لك والباب مقفول عليكم في الورشه؟ طب انا قلت لك قبل كده يا لبنى الباب بايظ واللي بيعلق، طب انا اعمل ايه؟ هو قفل لوحده. طب انت بتثقي فيا؟ اثق فيك، لكن ما اثقش بقى فيها هي. طب واحنا مالنا بيها بقى؟ الله يا سلام، والله العظيم ما في حاجه. امال ايه بقى؟ استناك بقى وما تتاخرش عليا. انا والله ما في حاجه. طب هي هتيجي حاجه فيكي دي؟ فكي بقى، فكي بقى، يلا احكي لي بقى ايه اللي حصل. ما انا كنت جاي احكي لك على الورطه اللي انا فيها لما لقيتها عندك في الوجه والباب مقفول. على تاني تاني خلاص يلا هنشرب حاجه. ياه ايه؟ ايه؟ لسه زعلانة؟ لا. ما انا ما بعرفش ازعل منها. وانا ما اتزعلتش منها. مش كده؟ لا يتزعل. مش عارفة هتفهمني ولا لا. افهمك ازاي بقى وانت طالبة لي حاجة ساقعة وقهوة و... ايه؟ متغيرش الموضوع خلاص؟ قولي. انا خايفه. من امتى؟ اسمها من ايه؟ من امتى؟ انا اقصد من امتى؟ لاني عمري ما شفتك خايف، عشان كده بقول لك من امتى؟ بعد ما دخلت الجامعه فرحت. فرحت اني حققت نص احلامي. والنص التاني انت يا زيزو. بس النص الاولاني خنق النص التاني. مبقاش معقد كده. انا مش ده اللي اقصده. زيزو انت بالنسبه لي مش مجرد حلم. انت الدنيا كلها. الدنيا اللي ما دخلتهاش ونفسي اعيشها. انت حته مني ومن كل اللي فات. عارف النهارده بعد ما سبت المواعيد اللي حكيت لك عنه ده فضلت افكر فيك طول الطريق من البيت للكليه. حسيت اني خايفه. خايفه انك تبعد عني. تعمل شماعتك الظروف. انا اسفه بس انا بحاول احط قدامك كل الحاجات اللي جواك. واللي انا فاهماها كويس. وفاهمه اني بسهوله ممكن اتنازل عنك. وحتى لو عملت ده اعمله عشان. عشان؟ عشان ازاي يعني؟ لو كنت انا بالنسبه لك نص احلامك فانت يا لبنى كل احلامي.
زمان واحنا عيال صغيرين كنت لما اشوفك كده طالعه من البلكونه او خارجه من المكتبه كان جسمي كله يقشعر. كنت براقبك، بخاف عليكي وغير عليكي، بسرقلك مزارات في الرايحه والجايه، وكل سنه كنت بتمنى تنجحي وتجيبي مجموع اكبر لحد ما تخش الجامعه. كنت بتمنى تفرحي يا لبنى زي ما تكوني بنتي، عشان كده لو عملت ده ومشيت هبقى عشان مصلحتك. صدقيني اديك قلت بقى مصلحتي، وانا بقى مصلحتي معاك، مين قالك حاجه غير كده؟ دكتوره بتحب صايع؟ ما تقولش على نفسك كده، انت مش صايع، انت حبيبي. الظاهر ان احنا متورطين في بعض، عارفيني باصحاب ولا حبايب ولا حتى اخوات. ليه بتقول كده؟ عشان الحب مش فتوانه ولا فرد صدر ولا حدوته بتنتهي في كوشه. انك تبقي مبسوطه وانت بعيده عني حب، ده بالنسبه لي حب. وليكي شايفه ابويا مات وفات لي هم على الهم. طول ما انت يائس كده هتفضل تعذبني وتعذب نفسك. انا مش عايزه اشوفك تاني ولا انت بقى تحاول تشوفني. خلاص زيزو يا معلم، خطفت من اول الشارع. ماشي يا اخويا، روح انت. ماشي يا معلم. ايه الحلاوه دي يا زيزو؟ النشافه انا بتغسلها. وقت الله يبارك لك يا معلم. اسمع الكلمتين دول بكل كيانك ودماغك. شارع عبد العزيز مليان الكترونيات كهربائيه، صفاره تلم جيش، بس عامل ايه؟ رزقك واسع واللقمه بتمدي اكلها. وانا الاب سدادها. اسمع يا زيزو، اللي يمشي في المولد يتحمل زائد درويش، وده مش اي مولد، لا ده مولد سيدي شارع عبد العزيز. شوف ابوك زقه واحده أكنه معمول من الإزاز، اتفتفت 600 حتة. اديني مطاطة أهو يا معلم عشان ألم اللي اتكسر. طاطي ولم براحتك وعلى مهلك، بس اوعى تقب بدماغك يقع منك كل اللي لميته. ربنا يجعلنا من درويشك يا معلم ونمشي جنب الحيط. وأنا موافق تبقى من درويشي. محدش هيلبسك العباية والعمة وتتدروش غير عمك قنديل البارودي. ماشي. روح فكر في كلام اللي قلته لك كلمة كلمة ورد عليا بكرة. ولو قلت لك إني فكرت وراكب معاك من أول الخط. خلاص يبقى اتفقنا، ويا دار ما داخلك شر. خد. خلي دول معاك. امسك. سلام. شوف يا صالح يا ابني، الظاهر انك انت ما قدرتش تفهم ابوك، كان نفسي انك انت تفهم كده لوحدك، لكن بقى يبدو ان انا اللي لازم افهمك بنفسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي اسمع الكلام اللي بيتقال. انت كمان هتشهد عليا؟ طب ما ترد السلام الاول. يا صالح انا ماليش راجل غيرك، اختك ربنا يخليها هتقعد معانا شويه ومصيرها بيت جوزها، يعني انت راجلي سندي. وانا قلت لك حاجه تانية يا ابويا، بيعزم عليك يعني تفكك من موضوع السفر ده وتقعد معايا. اه شوف يا ابويا من غير ما تزعل مني، انا موضوع المكتبه ده ما بينزليش من زور، وانت عارف الكلام ده كويس، وكل عيش تحلم بيه في الكليه اللي انا دخلتها دي ان انا اسافر بره. يا سيدي انت مش عايز تساعدني، سيبني انا اتصرف بقى. انا قدامي واحد ممكن ياخد ربع جنيه على الجنيه وكنت انا بخلص. ربع جنيه على الجنيه يعني ايه؟ ربا فايز؟ انت مش عارف ان الربا حرام؟ حرام ايه بس يا ابويا؟ والمبلغ كام؟ 4000 جنيه بالتذكرة بكله. طب انا هديهم لك. ربنا يخليك لينا يا ابويا ويخليك لينا يا ست. يا غيتت يا مصلحكي. ماشي. بس اسمع، الفلوس دي انا هستلفها لك. الراجل الحقيقي بقى يا سيدي علاء النعمة هبعتها لك من اول مرتب اقبضه، بس ها نقول بكرة كويس.
ايوه بقى يا ابويا ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سامح الله بركاته. سامحه بقى، سامحه والنبي عشان ربنا يفتح عليه كده ويمكن يكسب فلوس كتير يبعت لك تعمل عمره ولا حج. انا مش عايز منه اي حاجه، انا خايف عليه من نفسه. هو لما حضرتك هنا وانا هنا مين قاعد في المكتبه؟ والله العظيم انا زهقت قفلتها وقلت اطلع استريح. طب هتنام خفيف زي عوايدك بقى ولا تتعشى معايا؟ طبعا هتعشى معاك، بس اسمعي انا عايز سندوتش جبنه بيضة وكوبايه شاي باللبن. من عيني. تسلم عينيك يا حبيبي. استغفر الله العظيم. اتفضل يا معلم جنديل، ده احسن طنف في السوق. قول لكم بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. اوى 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 يلا يا حبيبي. اتكل على الله، اتكل على الله. حاضر يا معلم. مفيش بالراحه قبل ما نمشي انا والمعلم. الواد ابني بعافيه معلمي، سيبني اروح اشوف الله يلمسه. انت كل يوم والتاني هتعمل لي فيلم وتقول لي ابني ومش ابني؟ لو مش عاجبك الشغل روح شوف لك معلم تاني اسرح وراه. يلا يا حبيبي. بقول لك ايه؟ انا عايز المعلم رايق ومتكيف عشان لنا كلمتين نقولهم مع بعض. استنانا برضه. ماشي يا معلم. احسن حاجه عملتها والله انا دورت الواد ده. بقول لك يا شرش، عارف العيال دي؟ عجول والله، والله وربي في عجول. قلت لي ايش رايك في اللي قلت لك عليه؟ اللي هو ايه فكرني كده؟ الواد ده زيزو ابن عبد الرعيم. لا 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 لا، انت كمان هتعمل فيلم عليا؟ ولا فيلم ولا حاجه، بس الواد ده آخر واحد ينفع في الموضوع اللي احنا فيه ده. ده رجع الغسالة في أمريكا يا سيدي. ما قلناش لأ، صنايعي شاطر لكن سرنا يبقى في عبه؟ ما ينفعش. جريان دين، انت خلاص مخك باظ، ما عدتش بتعرف تقرأ الناس ولا إيه؟ يعني أنا أروح أجيب واد أهطل ومتداول وبعدين يطلع يبخ بره وريحتنا تطلع؟ لأ، نروح لزيزو اللي مخه بيور، اول ما رجله تاخد على القرش وازاي يلمه مش هنعرف نحصله، واحنا خلاص كبرنا ما عدناش نعرف نجري تاني ونتنطط يا انديل. اقول لك بصراحه، انا عايز ولاد صحه وعافيه يعرف يقدف جامد قوي بيا وبيك لغايه ما يوصلنا الشط التاني. واول ما يوصلنا الشط التاني هتعمل فيه ايه؟ قول لي بس ايه اللي في مخك يا انديل. امتى هنفضل قاعدين زي الكلاب كده؟ هنقعدوا كده لحد لما نقلبوا ديوك، ونقعدوا نيدنوا في الفجر لحد لما الشمس تقعد تشكشك. مش باين لها انها هتتعدل يا صاحبي. ان شاء الله بيبان عليها. خلينا عايشين زي الميتين، هنشيله ونحطه زي الحمير لحد لما نشوف اخرتها ايه. ظهري وجعني يا صاحبي، ما انتش قادر اجر. الحمل تقيل عليا يا صاحبي أوي، مش قادر. عايز أقول لك على حاجة، اللي ضهره أوي في الشغلانة بتاعتنا دي ما يلاقيش ياكل، لا هو ولا عياله. عشان خاطري يا صاحبي، دايما ما تبصش على الزرزور اللي على الشجرة، بص على اللي في إيدك بس. أنا هقوم أروح أنا، ابني بعافية شوية. لو سأل عليا لا حاجة. اعجل يا صاحبي، اعجل اعجل، اشوف مصلحتك ومصلحة عيالك. يا ميس يا زيزو. ازيك يا انمور؟ الورشة نورت والله. اعمل لك شوشة كده على السخان. لا، في عصير او نص فرخ اصلا معبط. وماله، اروح اجيب لك، خلي بالك من الورشة. لا بص، استنى عشان مستعجل. قفل كده وتعالى معايا، الراجل اللي انت كنت عاوزه جالي. انهي راجل؟ يا جدع بتاع مواتير وبراميل الغسالات. لا ما اصل انا شكلك صرفت نظر، بس انا مش شايف عندك سبوبه تانية. يعني مش النظريه يا صاحبي، بس انا زي ما بقول كده تقلت على المصلحه دي، مش عارف ليه مش ملمسه معايا. بقول لك، قول لي، ما عندكش ايسيهات للكارثه دي؟ بقى تعالى دور بنفسك، بس لو اتاخر بقى تعالى بكره. بس انا كنت بقفل في الراجل جالي، قلت اجي اديك خبر. سلام يا حبي. دنجا دنجا. سلام يا ابو النور.
مش فايده، ناقصين 20 جنيه. والنعمه يا خالتي زي ما بقول لك كده، وراح مطلع باكو من جيبه واداها 20 جنيه. قلت له بتبعث فلوسك ليه يا زيزو؟ قام شخط فيا وقال لي وانت مالك انت؟ دي مرات واحد صاحبي. طب انا عايزه اسالك على حاجه، احنا ايش عرفنا انها مرات واحد صاحبه؟ ها؟ طب اللي شفتيها معاه دي حلوه اموره زي كده يا مريم؟ حلوه اموره ايه يا خالتي؟ شكلها سوابق، دي واخده بشله كده في خدها. ده انا بشوف حاجه بره يجي يوجع بين الناس وبعضيها ويكدرنا ليه؟ وانت مالك انت؟ بتكلم مع خالتي. اما هي خالتك صح بتملي قلبها بالزعل ناحيه ولدها ليه؟ وانت ايش اخششك انت في كلامنا؟ ها فهميني. بس يا بنت انت وهي بقى ذنب وش يعني؟ يجي من بره ويلاقي امه شايله منه، تنامي على المخده كيف بالليل بعد كل اللي عملتيه ده؟ يا خالتي مين دي قبل ما تلبس صوابعي في عينيها خرقها لها؟ والطهره الشريفه يا سفرانتي لك اكسر عنك. بس يا بنت انت وهي بقى خلاص، وانا مش مالي عيني. ايه يا انتوا عاملين؟ انا دي صوتكم جاي باخر الشارع. اهلا ملاك الرحمه. اهو جلاب النصايب وصل اهو يا خالتي. والله لا موتها اشجان. حاضر يا عبد العزيز. ده انا شكلي انا طلعت غلطانه في الاخر ولا ايه؟ حته تخبص عليا يا بنت الخباصه، وانا فاكره تستوري عليا. اهو سمعتيها بودانك اهو. بقول لك ايه؟ تبقيش حقنة، خليك ميكروكروم بتاع التمريض وفاهمة. والله معهد التمريض احسن مش عارف ياخد حتة دبلوم. والله انا قطعك تقطيع. قوم قوم يلا يلا يا بنتي واحنا ناسك انت. يلا امشي. خد ياما، ما انتش محتاج من دول. تعالي يا اشجان انا عايزك. ايه رايح فين يا عبد العزيز؟ يلا اسكتي بقى، الاوضه مفتوحه قدامك اهو. طيب يا اخويا هما داخلين الاوضه لوحدهم ولا ايه؟ عارفه بانهم متجوزين واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ خد يا اشجان. لا ما عايزاش. ما هم مش ليكي، ما تخافيش. ما تديهم لي ليه؟ عيني ام معاك. ايوه بس ايه بقى؟ الله ما بقول لك مش ليكي. ايوه فهمت دي، لكن اشيلهم معايا من ورا مرت خالي ولا اقول لها؟ ما تقولي لهاش. واه واه ايه تاني؟ انا ما بحبش كده، حد الله الظاهر انها من حاجه عفشه. ما تحسني ملفظك بقى. بقول لك قول لها انك هتشيلهم معايا وانا مش هقول لها انهم معايا. لا نصحى يا بنت نصحى. بضحك معاك. لا فلوسك تشيلها معاك ولا تقول لي ولا تقول لحد. وبعدين بقى في الليله المنيله دي الحكايه وعره كده، شيلهم في بنك. ايه؟ ايه فهمت، عايزني اقولها زيكم كده بنك. خلي الفلوس معاك، هاخدهم منك بقى. لقيتها شبرو. ارغي احدى دستات سابك بسابك. قول من غير نصاحة. البضاعة دي مشبوهة والحكومة شباها، احنا نجيب واحد نعمله دودة. دودة؟ طعم يعني، الحكومة تقفشه ونخش احنا في عز المعجدة نسلك البضاعة وتطير زي العصافير. اصطاد سمك بسمك. السلام يا بكرو، هي دي خطة الفجورة جدنا. ايه؟ بس مين بقى السمكة اللي هنصطاد بيها السمك بتاعنا؟ نصطاد سمك بسمك. السلام السلام يا بكرو، نصطاد سمك بسمك. وصاد الصوت ده بقى طالع من عند الدبابين، أجز رقبتك يعني دلوقتي؟ يا بكرو. ها؟ والعيش والملح والصحوبية اللي بينا. دايما تجر دعب كده يا عم وتصعب عليا. نصطاد سمك بسمك يا جدع. اوعى بقى. ماشي يا بكره. طيب 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 انت نفسك يا اللي بتخبط ليه يا اختي كده على الصبح؟ انا ناقصه. ليه يا اختي انت؟ ايه ده؟ مين انت؟ فين زيزو؟ هتفضلي تشوحيلي بالبتاعة دي كتير؟ فين زيزو؟ مين انت يا مفضوحة انت؟ زبونة. قولي له زبونة. غسالتي بايظة بتهرب وعندي كوم غسيل قد كده ونفسي اغسل. تهرب ايه؟ زبونة ايه؟ هو محل حلاقة؟ البيوت لها حرمة والناس لساها نايمة. طب خشي صحي قوام يلا. انت هتأنسينا لحد ما يصحى ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت، بس ما تنسيش تبقي تقولي له سناء. مين اللي كان بيخبط يا شيكان؟ صحتك بنت الملكومة دي، مستعجل ليه؟ ما تتسبح وتفطر براحتك. لا أنا عندي مصلحة مهمة. مين اللي كان بيخبط؟ واحدة مقطوعة كده بتقول زبونة غسلتها خربانة، وهي خربانة. زبونة؟ وأنا من إمتى بتجي
تجيلي زباين لحد البيت. رايح فين؟ رايح دورة المية. هجيب لك بشكير وغيار. طيب لا، ما انا مش هستحمل. هتعمل ايه؟ هشقلب في دورة المية. ايه يا شجاعه الناس بتعمل ايه في دورة المية يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه في ايه؟ يا نهار ابيض. استنيني بقى. نهار اسود، انتوا مين؟ اما يا اما فين يا بنتي اشجان؟ عبد العزيز بيصرخ ليه؟ ما عرفهاش يا مرت خال. امال هو فين؟ في الحمام. كلام برضو قصدك اديك الرومي دي اشتريتهولك اشجان؟ ولا ديك رومي ولا جبنه رومي؟ وبعدين ده خيال لي يما، كل ما ابص لي يبص لي بجنب عينيه كده. ايه الرعب اللي انا فيه ده؟ وانت سايبه الدنيا دي كلها وجايه على دوره الميه تحطي فيها ديك رومي؟ امال الواحد يصرف نفسه وين بقى ان شاء الله؟ في البلكونه؟ لا، البلكونه فيها فروج وكتاكيت وثلاث ارانب. لا ده انت ناويه تجننيني، يا اما تهجيني من البيت اصلا. حق عليها بتربي الطيور عشان توفر لك فلوس. صبرك بس 6 و8 شهور والخير كله ان شاء الله. لو انت فاكرين هستنى في المورستان ده 6 و8 شهور، انا عايز ارجع ما الاقيش كتكوت في البيت. طب يا حبيبي خش انت بس كمل وانا هصرفهم لك. تزربنش كده. كمل فين بس يا اما؟ ما قطعت خلاص، ابقى اشوف اي دوره ميه في الطريق وانا ماشي. هو مين اللي كان بيسال عليا؟ واحده حتى لا حمار ولا اخضر ومتقصعه كده وعريانه. اسمها سماء ولا مستنياك تحت؟ معقوله هي؟ اه طالما عريانه قول حاجه ولا ايه؟ لا ما بقولش اي حاجه، عايز ارجع ما الاقيش حاجه في البيت. ها ماشي ماشي الخلق كده مش طبيعي. انت اتجننتي اتهبلتي؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هذبح ولا هرجع لاصحابه ولا ايه؟ رجع اصحابه ايه بس؟ ما تحطوش في الحمام، يبقى حطيه في البلكونه. فتحي بقى يبرد. فتحي يا جامد. يلا يا معفن. خرب بيت امك بتسنينك على الصبح يا واد. انت شفت عقربه؟ العن ايه حصلت تجري المنطقه؟ عشان تعرف ان انا ممكن اخطفك من حضن امك. تعالي. مين البنت الصعيدية اللي عندكم فوق دي؟ وانت مال اهلك؟ الله يخرب بيت ابوك، البيت جنانك في ساعة واحدة. خليك تهوري لحد ما تتعوري وتعورينا معاكي. يا اختي والنبي تعمل كده وحلو وانت قلبك كويس. شوف يلا خلي الراجل يمشي، عايز تشربي ايه؟ ايه يا اخويا احنا لحقنا؟ ده انا لسه داخلة، احنا اتسقنا على الكراسي. انا اسف يا بنت، تحت امر حضرتك. تعالى هنا انت اتقمصت. تحت امرك يا فندم. يا اخويا هناكل هنفطر، ما فطرناش. وتلاقيك انت كمان ما فطرتش. خلصي بقى. هناخد 2 سجق و2 كفته وترشي وميه عشان نبلع. وخلي عينك معايا كده اللي تدب فيها رصاصه على الصبح. خدني ساعتك يا فندم. يلا يا عم بقى توكل على الله يا عم. تحت امرك يا ريس، تحت امرك، تحت امرك يا ريس. وبقول لك ايه؟ ورحمه اهلك كلهم، نرميك في النيل واقول ما شفتش. يا فندم انا عملت ايه عشان ترميني في النيل يا فندم؟ انا في خدمه ساعتك يا فندم. انت جاي تعملي فضايح هنا؟ الراجل ما غلطش. لا غلط، كان بيبص لي كده مش حلو كده، زي ما يكون مش عاجبهم شكلي. ايه يا قمر انت سرحان في ايه؟ ده هي يكون شكلي عجبك ولبسي حلو؟ وبقول يا واد عبر عن مشاعرك. انا حاسس ان احنا هنتمسك. تعرفي بقى ان انت مش ناوي تجيبيها البر؟ وانا لو اعرف ان جايه شارع عبد العزيز والله العظيم ما كنت جيت معاك يا مروه. في ايه بس يا بنتي؟ انا جايه اصالحها، وفي حاجه دي؟ طب وانت عرفتي عنوانها بقى ازاي يا مروه؟ هي مش اسمها لبنى لطفي وساكنه هنا في شارع عبد العزيز؟ بسيطه جدا. استنى استنى يا ريس، مكتبه الحاج لطفي فين؟ على الشمال على طول هنا. شكرا يا ريس. شفتي يا ستي ادينا وصلنا اهو. عاوزاكي بقى تشوفي منظرها لما تفتح الباب وتلاقيها قدامك. يا مروه منظر يجنن. عشان خاطري بلاش، يلا نرجع. انزلي انزلي، يمكن يكون حظها حلو تكون راحت مشوار. يلا. Thank you.
لو سمحتي يا انسه ممكن. اهلا اهلا، ازيك يا مرو؟ خطو عزيز. والله كويس. كمان بتقف في المكتبه بنفسك؟ اه، وساعات برش ميه وبكنسها كمان. نورتوا شارع عبد العزيز. انتوا ايه اللي جابكم الناحيه دي؟ احنا كنا هنا في مشوار وقلنا نيجي نشوف. طب تمام، تشربوا حاجه ساقعه بقى ولا ايه؟ ما بلاش، لحسن باباك يزعق لك انك بتصرفي من ايراد المكتبه. ايه الافلام العربي القديمه اللي بتتفرجي عليها دي؟ ها، حاجه ساقعه؟ ماشي ماشي يا ناس. اتنين حاجه ساقعه مش هيلموا حياتك. مكتبتك حلوه قوي على فكره. والله كويس، انا كنت فاكراه مجرد كشك كده ومكان التصوير. تحبيه للدرجه دي؟ هو مين؟ الكابتشينو. ما تقصري كده وبلاش حركات الثانوي دي. اللي انا اعرفه بقى ان البنت الجدع بتمد ايديها وتاخد اللي هي عايزاه. لا اصل انت ما تعرفنيش، انا ما اخدش حاجه واقف عليها دبانه. تبقي صدرانيه يا شاطر، عشان ساعات الدبانه ممكن تموت بني ادم، وساعات كده تلاقي بالونه حلوه قوي وكبيره وملونه، واول ما يجي جنبها دبوس فس تبقى ولا حاجه. ايه يا عم فطوطه انت وهي؟ ايه شغل فوازير رمضان ده؟ الساقع يا دكتوره، وعلى حسابي كمان. تشكر يا ذوق، ابن بلده كلك مفهوميه. الحاجه الساقعه. ميرسي، انا اصلي عامله دايت. انا بقى هشرب ومش كده وبس، لا ده انا هاخد اجنده كمان وفوقيها قلم كمان فوق البيعه يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. ابويا الحاج لطفي، معلش ما بيسلمش على بنات عشان بيبقى دايما متوضي. زمايلي في الكليه يا بابا. اهلا وسهلا، نورتوا. طب ما طلعتوش فوق ليه؟ معلش اصل هما ماشيين، اصل مروه مستعجله. تردي الزياره بقى. الزمالك فيلا رقم 7 والعنوان مكتوب عندي. معلش مش هقدر، ما انت عارفه بقى، يا اما فوق بذاكر يا اما في الكليه يا اما هنا برش ميه. نورتيني. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك؟ كلامك ناشف قوي كده ليه؟ ماشي يا بنت السفير السابق. ايه؟ سفير سابق ايه؟ ولا حاجه يا بابا، بس يظهر ان الواحد لازم يطلع ضوافره عشان اللي ما يختشيش يخاف. انا طالعه. ضوافر ايه؟ ويخاف ايه؟ ويختب؟ البت دي مالها النهارده؟ انا عايز افهم بقى، انت مستقويه القلب كده وسائل هبل على الشيطانه ليه؟ طب والنبي، انا ما في اغلب مني ودمعتي قريبه يا بت. لا الكلام ده ما يقعدش معايا، تعالي عادي احسن. طب ما قلتليش لبنى كانت عندك في الورشه بتعمل ايه؟ اعدلي كلامك يا سناء، كله الا دي. بتحبها؟ هو انت ما فيش في دماغ اهلك غير يا حب يا برم؟ وهي الدنيا ايه يا اخويا غير يا حب يا برم؟ طب انت عارف ان عاصم اخويا عينه منها وعايز يخطبها؟ وانا مالي؟ ربنا يهني سعيد بسعيده. انت بتشتغلني يا بقف انت؟ بلاش بقف لو هتزعلك، انا معاك مش عليك. مش عارف اقول لك ايه. ما تجيبي من الاخر يا سناء وتقولي عايزه ايه بالظبط. يا اخويا بنتسلى، مالك واخد الدنيا قفش ليه؟ قول لي بقى، مش عايز تعرف حكايتي انا وجوزي ايه؟ طيب لا مش يا فندم. ما تزعلش. ها؟ لا مش زعلان يا فندم، تحتمل. وانا هبقى بقششك كويس. شكلك جدا. ويلا طير بقى علشان الافندي بتاعي بيتكسف. مش كده؟ تحتمل. الافندي بتاعي بيتكسف؟ ده انت تكسفي الفضيحه ذات نفسها. هو انا بحب ابقى على طبيعتي كده؟ هو ايه خانقه في البيت وخانقه بره تبقى عايشه سودة؟ بص بقى الفزوره اللي جايه دي. انا لا انا انسه ولا انا مخطوبه ولا انا متجوزه ولا انا متطلقه ولا انا ارمله، ابقى ايه؟ تبقي متعلقه على الشجره. قطفني يا معلم، جوزي في السجن. قديمه، انا اللي عايز اعرفه بس ايه اللي رماه على السجن؟ لا عليكي يا خيا. هو يطول تلاقيك عارف الموضوع وبتستعبط عليا، بس ماشي هقولك. اصل هو سرق ابويا وبعدين ابويا امسكه، وبعدين انا عندي مشكله يا زيزو. انت شغلك مع ابويا مش هينفع، مش هيخليك تكبر ابدا، انت لازم تكبر براه، لان لو كبرت براه هيعوز يشاركك. طب انا عندي فكره، ما تروح لقنديل. شركة الأرزاق بالله صاحبها ربنا، مش شرشبة ولا قنديل. أنا مش فاهم مؤامرتي. أنت عندك كل أخبار شارع عبد العزيز يا أخويا. مش شباك، وأنا كمان طيبة وبفهم الناس كده من العين. فاكر يوم ما أخويا كان بيمسخر بكرامتك الأرضي يوم الخميس اللي فات؟ ما تزعلش، ما أنا بقول الحقيقة. كان هايل عليا أنزل أخدك في حضني كده. إشمعنى؟ أصل أنا من ساعة ما جوزي اتسجن وأنا حافية على جسر من الذهب. ما إن شاء الله تكوني حافية على جسر السويس. حتى أنا مالي؟ أنا مالي؟
وبعدين بصراحه بقى انا ماليش في ال مالكش يا خرابي يا لهوي جرى ايه يا بنت عبيطه؟ قصدي ماليش في العط والمشي البطال والشمال. انا حتى عمري ما مشيت مع واحده. وتمشي ليه وتتعب رجليك؟ ما الخن موجود. خن خن تعالى معايا وهتتبسط. وانا قلت لك لا هتندم لان انت محتاج لي اكتر ما انا محتاجالك. يلا بينا. يلا على فين يا اخويا؟ تعالى معايا من غير ما تسال. وان ما عجبكش الحال امشي ولو اني عارفه انك هتلبد. يلا يا اختي قدامي. ادخل يلا. اديني عملت عبيط وجيت معاك اهو. بس دماغك ما تسرحش لبعيد. خش يا عم الحويط. ما تخافش يا اخويا ما بعضش. انت بتعملي اللي يجي على دماغك يا واد. قلنا ما بعضش. طب ما تسيب الباب مفتوح. طيب يا عم الجيران تشوفني. ادخل. حلوه الشقه. تمليك. وهو ابويا هيشتري تمليك لبنات برضو. ايجار يا اخويا. بيحوش عشان يجيب العاصم الفيلا اللي نفسه فيها. امال ايه؟ مش ظابط؟ وانت يا اخويا ما فرحتناش بيك كده وطلعت دكتور امين شرطه اسم الله. تعالى نصيب. مشيها حسد. تصدق يا واد يا زيزو اللي حسدوك دول عندهم نظر. يا واد ما تخافش مش هحسدك. ده انا بحسب نفسك ان انت معايا. اوعى يكون ابوكي هرش الخن ده. نروح في داهيه نلبس اسود احنا الاثنين. ابويا مش حاسس بحد غير عاصم. تعالى. هو انت مؤاخذه يعني بتكرهي ابوكي؟ هو بصراحه ربنا يكره. انا اللي يكشف ستري ويهني امرمطه واطلع عين امه. انما اللي يخلي باله عليا ويدلعني احط جوه عينيا من جوه. طب طب وجوزك؟ ما بحبوش ولا بكرهه. هتقول بتعمل الحبتين دول ليه؟ هقول لك عندي شويه ترلالي. ما تركزش معايا. تعالى بقى. انت عماله تشدي فيا ليه من الصبح؟ يا واد عايزه افرغك بقيه الشقه. عايزه اروح اضرب الميه. طب ما انا كنت هوديك. تعالى. ايه يا زيزو؟ عايز اروح اضرب الميه مش عايز دي. يا عم استنى دي جميله. ايه يا زيزو في ايه؟ دي اوضه النوم عادي يعني. حلوه جميله قوي. فرجيني بقى على المطبخ. مش في انا مطبخ. في هفرجك على كله بس مش كده. انت هربت. الله هو في ايه؟ في محشي ورق عنب اسخن لك. ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ الكسف شويه خافي. خليني احس انك انثى. خافة من شيء ما. بيت امك زيزو. بس خد بالك انت كده كشفت سري وعرفت الخن. انا لا كشفت ولا كنت عايزه اتنايل على عيني اعرف اي حاجه. انت اللي جبتيني هنا يا عم. وما ناديش عليك وتعمل لي فيها اهبل ومش واخد بالك. اسمعي بقى يا بنت الناس، انا لو وعدتك بحاجه ولا خليت بيكي ولا عملت حاجه معاكي من اصله. يا سيدي انا اللي جريت وراك، انا اللي دحلبتك. يا دنيلي عليا انا بياني هحبه زي لبنى ولا ايه؟ اوه ما تشيلي بقى موضوع لبنى ده من دماغك. لبنى دي زي اختي، وبعدين ابوها راجل طيب اصلا. يا واد الكلام ده ما بيقضش معايا. انت هتضحك عليا اما اقول لك بتحبها؟ يبقى بتحبها وبتموت فيها كمان. يا واد خلينا صراحه مع بعض، ده احنا الجوز غلابه. خلينا نبقى مفضفضين كده ونحكي. ها قلت ماشي. ايه ماشي. بس وعديني بقى ان الربع الضارب اللي في نافوخك ده ما يهبش عليا عشان الصحوبيه تحافظ عليها. مش هيهب. تعالى. مش لما ابص بره الاول. معلم معلم. في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا معلم؟ الراجل بتاعك صعب جدا، عمال يزعق فيها من الصبح مش عايز يقعد معايا في السهر خالص. مش ممكن. انا مش ممكن ازاي؟ انت اللي خنقتيني، عمال كل حته تشوف اتفصل فيها اتفصل فيها، وفي الاخر هي توديني اللي مشغله اللي مشغلنا اهو. يا نهار اسود يا نهار اسود. بتزعلها قدامي؟ مش هيبقى عندك نظره. انت بتكلم مين؟ مش شايف؟ اتخلقت منها يا معلم. يلا اتكل على الله من هنا. ماشي يا معلم. حكى لي طمنيني على قد ما تقدر. عمرك ماشي بقى يا معلم. عايزة بس انا. لا 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 ما تقوليش انا. عاوزة على طول.
عايزه غساله نص اوتوماتيك تغسل وتعصر وتنشف. تغسل وتعصر وتنشف ونعناية. بس يا ريت تكون حنين شويه، يعني خليك حنين شويه معايا في الساعه. يا خرابي حنين، ده انت جيتي على الدمن، ده انا كلي متركب على الحنيه. اؤمريني. دمك خفيف قوي يا حنين. ربنا يخليكي. الغساله يا ابني. انا يا معلم. صباح الفل يا معلم. ايه ايه ايه، احنا معانا بالليل، معانا بالليل يا معلم. الله ما خير البر عاجله. طيب هلف لفه بقى وارجع لك تاني بقى يا معلم. لفي 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 زي ما انت عايزه، بس هترجعي. راجع. ايه يا زيزو، ايه يا زيزو، ايه النسوان طلعت فجأة كده من تحت الأرض؟ الله يصلح حالك. ربنا يكرمك يا أخويا. أنا عملت إيه في المصلحة؟ عملت، هو في عمايل أقدر أعملها من غيرك؟ ده أنا أمشي وراك وأنا مغمض، درويش صغير من درويشك عشان أور كده في مولد سيدي قنديل البارودي. حبيبي. أنا شافعي. على فكرة بأمانة الواد ده بيحبك. بأمانة؟ يبقى انت فكرت كويس. ها فكرت ايه؟ ده انا ما نمتش من امبارح. ايوه يا معلم تحت امرك. اه تحت امرك دلوقتي، مش هكلمك في اللي عملته امبارح لما سبتني ومشيت. اتنين اه مظبوط، انا والمعلم زيزو. انا عشان خاطر عيونك وعيون المعلم زيزو فرر. اطلب لنفسي حاجه يا معلم. اطلب. هنيا. هتسلمني امتى؟ يا عمهم انا قاعد بقالي ساعه بهاتي، ريحني الله يرضى عليك. ربنا يريحك. ده معرض اكل عيش، عندنا شغل وضرايب ومصاريف، هتجيب الفلوس اللي عليك امتى؟ انت بتبيع لي غالي، والقطاعي بتاعه بتبيعه ارخص منه، والبضاعه اللي واخدها منك راقده عندي في المحل هناك اهي تسمع صوتك. وحق متجمعنا من غير معاد، انا ببيع بنفس السعر اللي بقوله لك. بس لما الزبون بيفصل في الخمسة جنيه، صبيانك بينزلوها. دي بقى معك حق فيه، وانا هعرف اربهم لك كويس قوي. يا عمهم انت كده لا حليت ولا رباط. انت عايز ايه؟ اقفل المعرض واقعد اتسير معاك فيها طالعه. نزل الخمسة جنيه بالجمله اللي خدتها منك يا راجل. ده انت لو اكتفيت بمكسبك من خصم الكميه اللي واخدها من المصنع فله. اه ده احنا جايين ننق على بعض بقى. المره الجايه ابقى اشوف اللي انت بتقوله ده. وبعدين انت مالك انت ببيع بكام ولا باخد بكام؟ المره الجايه ابقى اشوف اشيل لك ايه. اتكل على الله. ربنا يخليك لي يا عمهم. السلام عليكم يا كبير. ايوه ايوه يا قنديل. طلعت لسه ماشي دلوقتي. ايوه خليت ظهره زي قفاه. انا عايز انزل له 5 جنيه طبعا ولا مليم. هتلاقيه عدى عليك دلوقتي. انت كمان اوعى. حلو يا بورم. اه طبعا. الله احنا شغالين في ايه؟ في اللحمه المفرومه. ماشي حبيبي، يلا سلام. ايه قلت ايه يا زيزو؟ لو مش عايز تفهمني بلاش. لا انت فاهم كويس. 500 غساله فك وتركيب، لا خدش ولا خربوش وفي السريع. لا ما هو على حسب المكنه يا معلم. حسب ايه؟ المكنه، المكان اللي هنقفل فيه الشغل. لا لا ده انت صايع، دي جديده المكنه دي. لا 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 حلوه المكنه دي. انت قديم برضه يا معلم. اه طبعا. الله عايز تطر القعده. هتشتغل في المخزن بتاعي. لا المخزن بتاعك ايه؟ انت عايز حد يبقى مخنوق منك يعني لا مؤاخذه يجي يلعبها معانا روسي وانا ابقى اللي منطلق؟ لا لا ما تخافش، الامن عندي. هتسلمني امتى؟ قول يا رب. في القريب العاجل بامر الله. طب بقول لك ايه؟ 5 في الحته مرضي؟ طب وكارته؟ الو؟ يا باشمهندس؟ انا قنديل. قنديل بتاع القاهره اللي جيت لك عشان كارته الغساله. اه لا والله انت مخك دفتر. طب بقول لحضرتك ايه؟ الراجل بتاعي معاك اهو، هيتفاهم معاك. صباح الخير يا هندسه. اخوك عبد العزيز. اه. عند ابو اشرف؟ اه عارف. اه.
لا ما انا هسال عليك. ماشي. اه معاك الحاج اهو. اتفضل. اذبحني السعر قبل ما اجيلك. يا باشمهندس. هاي. ايه؟ لا لا. ورق معانا بقى شويه ما ينفعش كده. ده احنا يعني هنستفتح بس ب 100 حته. ايه؟ طب بقول لك ايه؟ اديني فرصه افكر. ماشي. سلام يا باشا. صباح الفل يا عمو. حبيبي وقشت عمري. يؤمر يا قمر امرك ماشي لو حتى عيوني ما تجلاش. عايز 10 غسالات اوتوماتيك من اللي جات لك دي. انا على عيني كله متباع. خليك في الطلبيه اللي جايه. على فكره يا عمو المكنسه اللي خدتها منك راقده عندي محجره بهش وانش عليها ليل نهار مفيش حد سائل فيها. عاوز تنزل كام؟ 5 في الحته. ورحمه ام يا عمهم غاليه عليا. بدل مؤاخذه يعني الزبون بيجي عندك ينفصل وعيالك بيبيعوا. انا لو قادر اجيب المصنع كنت اكتفيت بمكسبي وخصم الكميه وبقتها صايمه. لكن اعمل ايه؟ خلاص خلاص هنزل لك. بس عايز اسالك سؤال. انت غنيت الاغنيه دي فين قبل ما تجيلي هنا؟ حد الله يا عمهم. خد. كام دول؟ 7 والباقي لما بيع. قول ان شاء الله. ماشي. سلام 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 يا حبيبي. سلام سلام يا ابن المفتريه يا حراميه. انا عارف جذابه انا قوي. امال تاني ايه؟ لفيتي؟ ما انت نمكي لفيت ورجعت لك. احلى حاجه ان انت لفيتي ورجعتي لي. اقعدي. اوكي. اسمك ايه؟ صافيناز. معلش تاني تاني. صافي ناز. صافي ناز. الله الله الله. احلى اسم سمعته في حياتي. بقول لك ما تيجي نمشيها بالقسط. خليها صافي ناز. بقول لك ايه؟ تشربي ايه يا صافي؟ ممكن ليمون. ليمون 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 بالنعناع. وارميلي فيه 5 حتت تلج عشان صافي. مش بقول لك اللقا نصيب يا صافي؟ نصيبي حلو قوي. ولو احتاجتي حاجه بقى في المحاضرات القديمه قولي لي وانا هساعدك. بجد يا لبنى ميرسي قوي. مش عارفه اقول لك ايه. ايه يا مروه ما حضرتيش للمحاضره دي؟ كانت لذيذه قوي. الهوا ألذ. ايه يا عم لاميا؟ ايه ايه بالظبط؟ احنا هنبتدي نذاكر زي العالم الدحيحه دي ولا ايه؟ يا ري تعرفي بقى ان انا كان نفسي ابقى زيك. بس اعمل ايه بقى؟ الشطاره طبعا. الموضوع مش موضوع شطاره يا لولو. انت اصلا عمرك ما هتعرفي تعملي زيي لان دي فرصتك الوحيده في الحياه لازم تمسكي فيها كويس جدا. لكن انا بالنسبه لي عادي ممكن اسافر اي حته اكمل تعليم. لكن انت بقى يا حرام لو ما كملتيش هتشتغلي بياعة عند بوه في المكتبه. فكرتيني بموضوع المكتبه. تصدقي انت بنت حلال. يا جماعه انا مكتبه بابا في شارع عبد العزيز عامله ديسكاونت كبير قوي للطلبه وخصوصا يعني طلبه صيدله. اللي عايز بقى كشاكيل اقلام ها تصوير ورق اي حاجه حتى الكتب. احنا عاملين خصم جامد جدا. انت ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه مجنونه انت؟ بعمل ايه؟ بعمل دعايه لمكتبه بابا. ما انت عارفه بقى اكل العيش مر. شايفه المجنونه واللي بتعمله كده هتفضحنا. احنا عندنا مكتبه في شارع عبد العزيز عاملين خصم 50% اللي هيمسك الاعلان ده. ممكن ورقه؟ اه طبعا اتفضل. الله. والخصم ده بقى للطلبه بس ولا استاف التدريس كمان؟ لا حضرتك تاخد اللي انت عايزه من غير ما تدفع ولا حاجه. ماشي يا لبنى. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. بس احنا قابلنا بعد الظهر. ايه يا لبنى فكرتي في اللي قلت لك عليه ولا لا؟ اه طبعا فكرت. بس يعني افتكر مش هينفع نتكلم هنا يعني. عن اذنكم يا بنات في موضوع كده لازم اتكلم فيه مع دكتور مازن. عن اذنكم يا بنات. اتفضل يا دكتور. بس خلي بالك اصل لبنى من كتر وقفتها مع باباها في المكتبه بقت بنت سوق وشاطره قوي في الكلام. يعني ممكن تبيع لك الرخيص غالي قوي. متشكر على النصيحه قوي. يلا يا لبنى اتفضل يا دكتور.
شايفه السفله بنت البياع بتغزني؟ في ايه يا مروه؟ ما تسوقيش فيها بقى. ايه تعبيراتك الشيك دي انت كمان؟ هي علمتك ولا ايه؟ وبعدين انت معايا ولا معايا؟ هي حرب يا بنتي، ما تزوديهاش بقى يا مروه. ويكون في علمك انت مشكلتك مش في لبنى ولا في اي بنت تانية، انت مشكلتك الوحيده يا ماما هو مازن وبس، لانه مش معبرك، وده طبيعي جدا لان مازن ستايله غير ستايلك ودماغه غير دماغي. بس دي حاجه ما تقللش منك، حاولت افهمك وانت مش عايزه تفهمي ولا عايزه تسمعي بجد كده كتير. ميرسي قوي يا لولو على نصيحتك الغاليه دي، اوعدك هاخد بيها. ايه هتمشي ولا امشي انا كده؟ اوكي يا مروه. لا انا اللي همشي لان بجد كل الكلام اللي عندي خلص، ما بقاش عندي اي حاجه اقولها. باي. يلعن ابو التعليم المجاني اللي بيرمي اشكالكوا علينا. ها لبنى، فكرتي في كلامي؟ وافقتي تبقي من حريم السلطان ولا ايه؟ مش هعرف بس حريم السلطان دول بيعملوا ايه عشان اعرف اقرر. وبعدين بقى دي مره لسه قايل عليك انك بتسوق وتفهميها وهي طاير. شوف يا دكتور مازن، انا لما بقف يعني في مكتبه ابويا لازم اعرض مزايا الحاجه اللي الزبون هيشتريها. ممكن حضرتك بس تعرفني يعني مزايا انضمام الحريم السلطان ايه؟ ماشي يا لبنى، يعني مادتي هتنجحي فيها ناجحه ما تشيليش همها، وهوديكي في اي صيدليه من بتوعنا في الصيف تتمرني ويطلع لك قرشين، مع ان انا شايف انك لو بقيتي معايا ده شرف لوحدك. طب ما انا ممكن اعمل مع حضرتك اتفاق تاني يعني. ايه؟ انه انا احول مكتبه ابويا دي لصيدليه ونحط عليها اسم التنباري والمكتبه في مكان يعني حلو في شارع عبد العزيز، والفلوس اللي تيجي بالنص، وتسيبك بقى من موضوع حريم السلطان ده. هو احنا ناقصين اجزخانات يا لبنى؟ انا عايزك انت وردي عليا بقى من الاخر من غير لف ودوران. من غير لف ودوران؟ يا ريت. لو كنا في مكان تاني غير المكان ده وحضرتك مش دكتور وانا مش طالبه في الكليه كان ردي عليك هيكون رد تاني خالص. انت غلطت في العنوان يا دكتور، روح شوف لك بنت تانيه. واذا كان بقى على مادتك انا بعرف انجح فيها كويس قوي من غير ما اكون عضو في حريم السلطان. يا عم زيزو، ما انا قلت لك على اللي فيها. اللي فيها ايه بس يا عم انور؟ دي كارته وطالعه من غساله جديده. بيحصل تلاقي الغساله دي بس طالعه من خط انتاج شمال. شمال ايه بس؟ دي وليه كارته انور واقعه في عرضي وغلبانه. ما تروح للي باعها لك رجعها له. يا ست ابنها بعتها من بلاد بره، يعني قبل ما تشحنها وتوديها وترجعها تاني هتكلفها يجي ضعف التكلفه. ما تشتريها من هنا ارخص. وانت بقى هنا انت هلا خد هلا خد هلا تعال هنا. تعال هنا. انت ابن مين يا محمود؟ مش هتاخد الكوره. خلاص بقى يا انور خد يا عم. ده مجدي العسال بس يا مجدي العسال بيركب اللوح ال 4 مللي ب 128 جنيه وبيركبه ب 12 جنيه. نادي يا عم خلاص يا انور. لا مش هديها لك. امشي يا هات لابوك. طب فهمني بقى حكايه الشمال. ولا يا ولاد الشياطين. بص يا عم، المصانع دي ما بتبقاش حته واحده على بعضيها. يعني مثلا جسم الغساله من حته، الموتور من حته، الحله من حته، الالكترونيات بتاعتها من حته. الحركه دي كلها بقى هي اللي بتخفض التكلفه. تلاقي مصنع الالكترونيات حب يوفر فبعت كارته بتاع حاجه ثانيه ركبت في الغساله. طب هو المصنع ده برياله يعني ما بيجربش غسالاته قبل ما يطلعها؟ ما اعرفلكش بقى، وتلاقيه مصنع في بير السلم بيشتغل جنب الحيتان اللي هناك. طب والعمل؟ انت بقى ربك يرزقك بغساله اصلا، تاخد الكارتة بتاعتها تحطها مكان الكارتة دي وتجرب. بس انا بقى متاكد انها مش محتاجه كارتة، ده ايس هات بس عشان تعمل سويتشنج. السويتشنج دي بقى انا ما اعرفش فيها، انت اللي تفهم فيها. احنا نجيب الايس هات كويس ونركبها عليها، لو اشتغلت نلقط بقى نمره الايس هات دي والكود بتاعها، نبعت نجيبها ونشغلها فيها وندورها وخلاص. يعني انت بدل ما تغير الكارتة كلها عايز تغير الاي سي بس. بالظبط كده. ادينا بنوفر للست الغلبانه. عارف يا زيزو، لو كل الناس بتشتغل زي كده كنا كلنا عيش صح. بقولك ايه؟ خير؟ انت مش معاك سيوله وعايز تشتري مواتير وبراميل غسالات وكده يعني؟ ما انا قلت لك قبل كده قعدت تقول لي دنجا دنجا. طيب روح انت وارجع لي عشان عندي ليك حته دين صفقه فيها قرش حلو سريع. بس خلي بالك يا انور، القرشين اللي معايا مش بتوعي، اهم حاجه الامان. يا عم بس خلص روح شوف شغلك وارجع لي. سلام. سلام. سلام يا عم زيزو. شكلك هتقلب تاجر على ايدي ودنجا دنجا. انا جاي لك في الكلام اهو اعمل لطف فهمني بس. هو موضوع هنتكلم فيه، اتفقنا بيبقى الحمد لله، ما اتفقناش يبقى ولا كانك سمعت مني اي كلمه. في يا شرشابي بقالك ساعه عمال تتكلم وانا مش فاهم منك حاجه خالص. انا عارفك لما تقعد تلوك كده في الكلام يبقى جاي تتكلم في خراب مالطه.
خراب ايه بس وبتاع؟ اعوذ بالله يا عم، انت انا جاي لك في مصلحتك قبل مصلحتي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا استخرت ربنا وقلت عايز اوسع الشغل شويه، وقلت بقى ايه، في محل في دماغي عايز اخده هنا في شارع عبد العزيز، وبعدين اللي يطلبه ياخده وانا مش هفاصل معاه. طب وانا مالي؟ ما تروح لصاحب المطرح واتكلم معاه واشتري. ما انا قاعد معاه اهو، بس هو يبيع وانا شاري، والعلمه محدش هياخد خبر باي حاجه، ولا في تقسيط ولا يتبقى لك، تمضي تكيس على طول. حد قالك يا شرشاب ان انا عايز ابيع المكتبه؟ مكتبه يا راجل انت؟ انا عايز اشيل البيت كله. مين قالك ان انا عايز ابيع من اصله؟ علي بالي اللي قال لي بقى ان انت عايز تبيع، بس وحياة ابوك ما تجيب سيره لحد. انت عارف بتوع شارع عبد العزيز هيفضلوا يتنططوا، ولا هم لا هيبيعوا ولا هيشتروا، بس يفضلوا يعلوا السعر وخلاص. بقول لك ايه؟ لها عجلتك؟ ايه؟ عايز تدفع لي حقها فوق ثمن البيت؟ شرشابي اتكل على الله، انا مش فاضيلك. طب وليه بس كده؟ ده انا حتى مش قادر اقول لك انا ممكن اخد البيت بحق الشفعه. عايز تطردني من السوق؟ عازل من شارع عبد العزيز؟ اسيب بيتنا؟ بيتنا اللي ورثته من ابويا؟ ابويا بنى البيت ده طوبه طوبه وصاني عليه قبل ما يموت. يعني اخاك كان بنى هرم خوفه، وبعدين سوق ايه اللي هطردك منه؟ وانت فاهم ان انت في السوق؟ الشارع كله يا ابني قلب اجهزه كهربائيه، وانت لسه مصمم على الكراريس والمسطره والبرايه. عيب. خد لك قرشين يا لطفي، جوز الولاد وشيلك اجدعها شقه في القاهره، وحط بقيه الفلوس في البنك وعيش من رايحهم وريح دماغك. بقول لك يا شرشال، انا عايز اقفل وراح اصلي العصر، ممكن؟ ممكن طبعا، وانا ممكن اجي معاك، بس الحق بس هعدي على البيت اتوضى وهحصلك على الجامع على طول. واحنا قلنا حاجه يا عم؟ فوت قدامي يلا. المره دي بقى في حاجه هقولها لك، انا اللي بقول لك بقى، انا مش هجيب سيره لاي حد خالص. الواد ابني يا سيدي بيحب لبنى بنتك، ومصمم انه يتجوزها. انا قلت له هذا عبيط، شوف لك لواء تتجوز بنت ولا حاجه عشان يسندك ويزقك. لا مصمم يا سيدي القلب وما يريد. احنا ما عندناش بنات للجواز يا شرشابي. وبعدين فعلا قول لابنك يركز في بنت اللواء ولا بنت المأمور. انا بنت لسه قدامها كام سنه قبل ما تتخرج. بعدين كفايه بقى، صدعتني، انا عايز اروح اصلي. عايز تقعد؟ اقعد اشرب قهوتك. سلام عليكم. طيب يا لطفي، بكره تيجي تبوس الايدين وتقول لي اشتري، وانا اقول لك بعينا. مع بعض مع بعض وبحنيه، قلبي بيوجعني. اقول لك ايه يا معلم؟ الاقيش عندك حته من الشغل القديم؟ اني شغل قديم؟ حته غساله اوتوماتيك كده تكون قديمه ساقطه من اي بيعه. اشوف لك، بس مش عايزين نلف وندور مع بعض يا زيزو. ماشي. ايوه يا ابني، عندك حته اوتوماتيك قديمه؟ امال جديده يا حمار؟ فيه؟ طب خليه. لا خليها دلوقتي. ماشي. تعمل ايه؟ سيبني بقى يا معلم اجرب حاجه كده بدماغي. ما انت ركبت الكارته ونفع. لا ما هو لا مؤاخذه يعني، ما دي تفرق. اللي انا عايز افهمك ان ممكن كده. يا زيزو انت هتقعد تتهتك؟ يا معلم مش النظريه. اما مؤاخذه يعني كارته زي دي افرض ضربت في قلب الغساله هيحصل ايه؟ عد بقى المرتجع ونشيلها احنا. روح المخزن نعمل مبادالك، بس مش كل شويه تنط لي وتجيب لي فكره جديده. يا معلم على رايك احنا خلاص بقت مصاريفنا جوه بعض. وبعدين يعني انت راجل هتقبض لي 15 باكو ورسول الله ورحمه ابويا يا معلم، ولا دم يسيل زي النار دي؟ انت ما تعرف انا كنت مزنوق قد ايه؟ ده انا كنت واقع من 18 يا معلم. ولا دم يسيل زي النار دي؟ الراجل في اسكندريه على نار ومستني الرد. ساعتين زمن واجيب لك المفيد. بس يا معلم والنبي وصي الناس عليا في المخزن يسيبوني براحتي وبدماغي، وعايز ابقى لوحدي. ماشي؟ ماشي. سلام. واه سيبك من واه وباه والبتاع دوت، وهاتي من الاخر. زيزو خدك الاوضه امبارح، كنت واجب معاكي في ايه؟ كنت طالبه منه حاجه واشتريها لك ومش عايزاني اشوفها؟ خلاجاتي جوا في الدولاب والشقه قدامك اهي، فتشي ودوري براحتك. يا بنت طول ما انت ما بترديش عليا عادل كده على طول، الفار بيلعب في عبي اكتر. تقولي لي حكايه اللي اسمها مريم دي مع عبد العزيز، واقول لك كان بيقول لي ايه؟
ايه يا بنت خالي؟ لحقت تغيري وتسحبي كلامك؟ مش انت اللي قالالي ان جاي تعيش هنا مع جرايبينك ومش في دماغك خالص حكايه جوازك من الواد ده؟ انا قلت لك غير كده، انا بسالك على اللي اسمها مريم دي عشان لو عبد العزيز موافق عليها خلاص نخلصوا في الموضوع ويبقى جزره قدامها جحش. جحش لما يرفسك، حسيني بلفظك يا بنت. طب اقول لك وتقولي صح ولا لا؟ قولي يا بنت رتيبه اللي عمري ما شفتها دي. عبد العزيز ما بيفكرش في اللي اسمها مريم دي نهائي. هي قدامه ايوه، لكن يفكر فيها جواز وحب وكده ما ظنيش. وانت ايه اللي خلاك تقولي كده يعني يا اشجاي؟ سميها نصحة حريم يا ورد خال، اللي واكله راسه ومعششة في قلبه صح، هي واحده ما عرفش طول منها حاجه. طب ما تقري الكف ولا تفتحي له المندل احسن. اسمعي مني وبكره تشوفي. طب انت شفتي عليه ايه مخليك تقولي كده يعني؟ بيبان يا ورد خال، الراجل اللي طايل كلمه حلوه من حبيبته وسكته سالكه معاها بيبان عليه، بيبان في عينيه وفي كلامه، تحس ان قلبه هيفط من صدره لما تيجي سيرتها. لا يا بنتي يا اشجان، انت مش سهله ابدا. يعني ايه حاجه عفشه دي يا بنت؟ تعدلي كلامك يا بنت، حاجه عفشه دي عندنا يعني حاجه وسخه عليها دبان زباله يعني. ماشي، يعني كلامي طلع صح. قولي لي يا اشجان، انت حبيتي جوزك اللي مات في الدار ده؟ اللي زي مرت خالي لو حكت عن الحب تضحكي عليها. ليه؟ اللي اتجوزيه ده كان شبه اسماعيل فتي. الله يحرق مراكبك يا مرت خالي. الله يحرقك انت ويحرق اليوم اللي شفتك فيه، وبطلي مرات خالي دي بتحسسيني ان انا عندي 120 سنه. خلاص حقك عليا مرت خالي. طب يلا قومي شوفي اللي على النار. بتتفقع في مرارتك فقعتيني. ما واخداش بالك اني من ساعه ما جيت وانت قاعده على الكنبه دي طول النهار؟ ايه؟ عايزه تبعتينا صاحب الغنم ولا ايه؟ لا ما قصديش، بس قعده المره مكببه كده بتكسحها. كسحها لما تكسحها. واري النهارده انا جايب لكم معايا هيروين اسمه العلمي الدايامورفين او الدايستيرمورفين، وده بنقدر نحصل عليه زي ما تنبأت قبل كده زميلتكم لبنى لطفي عن طريق الاستيليشن اوف كرود مورفين. وطالما ان الهيروين از ديفلوبمنت اوف مورفين، يبقى لبنى هتروح على البورد تقف مكاني وتدينا شورت اكاونت عن المورفين وتاثيره وخصائصه. مرسي يا دكتور. زي ما احنا عارفين ان المورفين هو principal active agent in op اللي هو الافيون، وزي ما احنا عارفين ان هو ليه تأثير مسكن مباشر على السنترال نيرف سيستم، وده بجانب ان هو كمان مسكن قوي جدا، فهو كمان ليه اعراض جانبية بيسبب blurred vision وبيسبب drowsiness، ومن اخطر اعراضه ان هو highly addictive. فالمرضى اللي بيضطروا للعلاج بالأوبيوم بيجي لهم أرق شديد وكوابيس. لبنى ممكن تقول لنا أنت أول مرة تم تخليق المورفين؟ سنة 1803 على إيد العالم الصيدلي الألماني فريدريش آدم سيرتومر، وسماه مورفيوم على اسم إله الأحلام الإغريقي مورفوس. هاي لازم تعرفوا إن كل المواد دي بيحظر تداولها بدءا من نبات البوبي اللي بيشتق منه الأوبيوم زي ما درسته قبل كده في مادة البوتيم. شوية شاي شداد. الشاي استاذ زيزو. حط الشاي عندك واخلع. الا انت مش هتعلمني عشان اساعدك بتعمل ايه؟ اوه ما انا قلت قبل كده المعلم عندي مش عايز حد يوجع دماغي. حلمك علينا يا اسطى، احنا غلابه زي بعض. امسك يا اخويا. نور كده على الموتور. قرب بالبلدوس. ايوه على الماتور ده. تشتغل في الاجهزه ازاي انت؟ معلش اصلا يعني واحد واحد عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 ينور الله ينور. ايه الحلاوه ده يا اسطى؟ ايه الحلاوه ديت كده؟ كله تمام. عايزك بقى تعلق لي البلدوس ده في السقف. ماشي. وتبقى تجيب لي حاجه افرش عليها العده هنا وترحل المكتب ده على بره كده. ماشي. عايزك كمان تفرط شويه دستريات هنا يا شافعي، مش عايز افضل رايح جاي. كل ده انا هعمله يا اسطى. امال انت هتعمل ايه؟ بس سيبني انا اتعلم الشغلانه ديت، كان زمان خلصت الحاجات دي كلها. ما كانش حد غيري بقى حبيبي. اسطى بقول لك ايه؟ انت شلت الصبحيه حاجه كده من غساله جديده حطيتها في الغساله اللي انت صلحتها الصبحيه، طب انت شلت ايه وحطيته ايه وعشان ايه؟ شوف يا شافعي، انا احب الحاجه تطلع من تحت ايدي ما تشتكيش ولا اشوف وشها تاني. يلا يا خفيف اسحب الفيشه ولم الغساله. شيل الفيشة؟ ايوه يا اخويا.
استاذ زيزو انا عايز اقول لك على حاجه، بس انا بخاف من الكهرباء. بخاف من الكهرباء؟ روح بقى اقعد في حته ناشف. روح ماشي. المعلم قنديل مستعجل على الحاجات دي، انت هتخلصها له امتى؟ اه انت كده بقى دخلت في اللي مالكش فيه. اتفضل اطلع بره اقف على باب ما تجيش غير لما اندهلك. ارزاق اكون ابويا علمني السمعه كان زمان ما يخطش لحد. يعني دخلت فيه شمال ما سكتلكش. راجل من العصر الحجري، راجل قديم عايش ورا خالص، اتم وتلاقي بنته اتم ازاي؟ ما شاء الله عليك يا شرشابي. عجبتك؟ ده انت نيلت الدنيا فوق دماغ الواد ده، كان عمال يقولي وهو نازل ان انا هاخد بابا ونروح فتحة. انا مش فاهم الواد ده جايبه ساخت المخ دي منين. تقصد ايه يا شرشابي؟ لم الدور مع الراجل وروح قوله انك كنت بتهزر ولا اي حاجة. نبى رب تاخده هو وهي وتخلصني. وانت طالع بالليل ما تنساش تجيب العيش الفين والجبنه الرومي وانت جاي. هو وبنته خليهم يبقوا ثلاثة. عندك زي دي؟ بتهيألي بس عادي يعني لو مش عندي موجودة. كنت قلت لي انت انور على مصلحة كده عايزني فيها. كنت حسك يا زيزو خلي المصلحة تمشي. ليه؟ حد وقف لنا فيها؟ اه اللي واقفين فيها كتير، بس المهم تقسم لمين بقى؟ هي دي يا معلم؟ يا ابن اللعيبه هي. عندك منها كتير؟ أه وكتير ليه يعني؟ مش الغساله بتاعت جارتك وخلاص ولا ايه؟ لا ما انت فاهم بقى، الحاجات المتركبه دي مش زي الاصلي وبتبوظ بسرعه. لا الحاجات اللي عندي نظيفه. لو تصدق اخوك الاي سي دي تعيش لحد ما الغساله تبقى حته صفيح. هلا بالحق ركبت الكارتة مكان الكارتة التانية؟ وبقت زي الفل كمان. اللي قولي أنور، هي الكارتة دي زي ديكها بالظبط؟ يعني مفيش فرق بينهم؟ هي هي الاي سي بس هي اللي مختلفة. مصانع شرق آسيا بقى اللي بدير السلم. غير الاي سي وعيش حياتك. هركبه وبعدين أبقى أرجعلك، بس أنت راسينا على المصلحة الأول. سفارات بتاعت الدش يا زيزو، الدش بيتنظر يا أخي. هنحط فلوسي على فلوسك نجيب لوكشة ورزينا على الله. ايه مصلحة الرصافرات دي مع انها لسه ما دارتش في السوق، بس انا مش وراك فيها وانا مغمض. خلص شغلك بس وارجع نرتب ورقنا. ماشي. بكام بقى ريس؟ يا سيدي لما تشتغل هديك ضمانة يومين. ربنا يخليك ابو النور. سلام. زيزو اوعى تسيح بقى في المصلحة بتاعت الدش. زيزو ما تجيش هنا تاني، ما تجيش هنا تاني يا زيزو. هسلم اخويا.